طيب، أهلا بالجميع. غرفة اليوم مسجلة على الكلاب هاوس وعلى اليوتيوب، وحنتكلم النهاردة في منطقة ظهرت بشكل كبير جدا في النقاشات اللي فاتت، والمنطقة اللي فيها الجدل الكبير ما بين الإخوة المؤمنين وإحنا حالات إحنا اللادينيين، وهي مناطق عدم المعرفة. عملت سلسلة من حوالي سنتين اسمها سلسلة إله الفجوات، باللغة العربية هي 6 أجزاء، حطيت لكم اللينك فوق. وهذه الـ6 حلقات كنت أخد فيها هي 5 فجوات. في ناس ابتدت ترفع عليها، مفيش أي مشكلة يا جماعة، أنتوا عارفين خلاص، عرفتوا الطريقة إن أنا هرفع كل الناس اللي عايزة تتكلم. طبعا شادي ونيفين وماني مش محتاجين أي عزومة، في أي وقت يقدروا يرفعوا إيديهم ويطلعوا يدردشوا معانا. فهنفتح حالا يا أستاذ صمويل، بس أنا هعمل بس تقديم سريع جدا. وكالعادة أنت عارف إن إحنا معظم الوقت بنقضيه في الدردشة مع الناس. والـ6 حلقات دول كانوا لهم سلسلة مطابقة باللغة الإنجليزية، وأخدت من كل في كل حلقة لها طبعا فجوة معينة، أتيت بالمختص بتاعها. يعني في فجوة مثلا الفاين تيونينج أو الضبط الدقيق، أتيت بلورنس جراس. في البيولوجي أتيت ببيولوجيست. في عملية الفلسفة أتيت بريتشارد كارير فيلسوف. يعني في حلقات موازية، فبصوا على هذه السلسلة، هي مجمعة تسمى سلسلة إله الفجوات. وكلمة إله الفجوات دي مصطلح قديم جدا، مصطلح يعني أن يأتي الإله عندما يتوقف الإنسان أو يصعب عليه المعرفة منذ اللحظة الأولى. إحنا وكانت الفجوات كثيرة جدا 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 بشكل رهيب، وطبعا 300,000 سنة ولا 200,000 سنة ولا 50,000 سنة، دي طبعا مناطق مهمة جدا للهومو سابينز، سابين اللي احنا ننتمي اليه. لو رجعنا بالخلف ال 300 ألف سنة، احنا لسه نتكلم عن عالم الإنسان لم يكن مسيطر على الإطلاق. والإنسان الغير مسيطر ما عندوش اللوكجري، ما عندوش الرفاهية انه يتفكر. ده راجل ومجموعه ناس عماله بتجري في السافانا، بتجري من الحيوانات الكاسره، مش عارفه يا دوبك يعني ممكن تاكل مره او مرتين في الاسبوع، تبحث عن الطعام، بتتصارع على الطعام مع حيوانات وكائنات يعني اقوى منها وتستطيع ان تقطعها قطع يعني. طيب، الناس اللي بترفع ايديها زي ما قلت لكم يا جماعه هرفع الناس، بس ارجوكم لا تتكلموا الا بعد ما نفتح الغرفه للنقاش، وهي مش هنطور بكتير قوي، 10 دقائق وهنفتح النقاش. بس هنطلع الناس، يعني اي حد عايز يرفع ايديه ما فيش مشكله، هيكون موجود في البانل بس اثناء لما نفتح النقاش هنتكلم مع الناس. طيب، الناس عماله بترفع ايديها وبتنزل تاني. يمكن بتاخد دور يعني متقدم، طالما انا سمحت لهم بالقدوم هم بيخرجوا ممكن يطلعوا مره تانيه بكل سهوله. في حد عايز يشتم يا جماعه عشان نخلص الموضوع ده؟ يعني عشان انت عارف ان في ناس يعني عايزه تشتم، فاللي عايز يشتم يشتم عشان ايه، نتقدم بالامر ونطلع الطاقات اللي عند الناس. فالموضوع ده ال 300 ألف سنة، هذا الكائن القديم الهومو سابين اللي احنا ننتمي إليه 300 ألف سنة. ده طبعا أقدم حفرية وجدت في المغرب، مين عارف ممكن يكون أقدم كده يعني حبتين، كنا فاكرين 100 سنة 100 ألف سنة، وبعد كده وصلنا لحفرية عمرها 200 ألف سنة، وبعدين أقدم حفرية وجدناها هي 300 ألف سنة في المغرب. فده الرقم الرسمي إلى أن توجد حفرية أقدم من هذا، وإحنا نتكلم على الهومو سابين. سابين هو المودرن هيومن يعني،
الإنسان الحديث ده ما كانش مسيطر على الأشياء. وأسئلة كثيرة بقى، يعني أنت يعني تخيل معي كده عزيزي المستمع، أنت تعيش في عالم من 300 ألف سنة، لا توجد في حياتك أهم من الأكل والشرب والغرائز كلها، لم توجد سيارات ولا تليفونات ولا عمل ولا ملكية خاصة، كل هذه الأشياء اللي هي عناصر السيفيلايزيشن اللي احنا نتكلم بيها ولا نراها لأنها خلاص اعتدنا عليها، ما كانتش موجودة على الإطلاق. وطالما ما كانتش موجودة على الإطلاق هي تملي على الناس دي الواقع بتاعها، فده واقع غريزي، والواقع الغريزي مفيش فرصة فيه أن هذا الكائن أن يقعد يتفكر يقول يا ترى دي إيه، مفيش، لو قعد يفكر كان هيتاكل يعني من الآخر يعني، فمفيش. إمتى بقى ابتدت هذه الأشياء؟ طبعا لسه مفيش لغة، اللغة لها علاقة تطورية على مستوى الدماغ وعلى مستوى الأناتومي، الفويس بوكس، صندوق الصوت والأحبال الصوتية وكل هذه الأشياء اللي هي الحقيقة موجودة عند بعض الكائنات الحية على شكل هاردوير، ولكن السوفت وير مش موجود، لأن عشان أنت تكون متكلم بلغة عليك أن يكون عندك الهاردوير، الأحبال الصوتية والفويس بوكس وكل هذه الأشياء، وكمان السوفت وير في الدماغ. الدماغ فيه 5 أماكن بتقوم بعملية اللغة، الإرسال والاستقبال والفهم وترتيب الكلمات وإعطاء معنى للكلمات، كل هذه الأشياء بتشتغل في الدماغ، وإذا في أحد الأماكن فيها مشكلة تؤدي إلى مشكلة في المنطقة بتاعت اللغة. في ناس عندهم حاجة اسمها language difficulties، صعوبات في اللغة، لا، لمشاكل في أحد هذه الأماكن في الدماغ، فممكن يرسل ولا يستقبل أو يستقبل ولا يرسل، وكل هذه الأشياء موجودة. والموضوع ده حصل من حوالي 70 ل 50 ألف سنة. اللغة طبعا دي قفزة كبيرة جدا، طبعا الإنسان طوع النار قبل الفترة دي بمراحل. نار معناتها دفء، معناتها طبيخ، طبيخ معناتها أنك تستطيع أن تطبخ اللحم بالذات، طبيخ اللحم معناتها السعرات الحرارية تصل إلى مرحلة الدبل، تتضاعف فقط بسبب الطبخ، ويسهل الأكل والمضغ، إذا أنت تحتاج أن تأكل أقل وبسرعة، الوجبة تؤكل بسرعة لأنها مطبوخة، الوجبة النية تحتاج إلى أكثر من المضغ ومن الكالوريز عشان تأكلها وتهضمها. فالطبخ عمل ليب كبيرة جدا وأدى إلى تعقد المخ الإنساني وإعطاء نيوتريشن بشكل عالي في فترة وجيزة. تأتي اللغة فتنشر الكوميونيكيشن أو عملية التعاضد اللي هي هتكون أكتر منطقة تجعل الإنسان يتفوق على الكائنات الحية الأخرى، أنه يعمل في مجموعات. العمل في مجموعات ده شيء فاصل، حتى لو كنت أنت أضعف من النمر، ولكن 100 رجل ضد نمر، النمر يخاف ويجري، بالذات إذا كان هذول 100 شخص معهم أدوات. وإحنا عارفين من أيام الهومو هابيلس، يعني أكثر من 2 مليون سنة، كانت هناك أحد الأقارب الهومو هابيلس، الإنسان الماهر الذي كان يصنع الأدوات، ومنها الحراب والسكاكين والكناجر. 100 شخص معهم حراب أقوى من النمر. فعرف الإنسان إن هو لما تكبر مجموعاته، لأن كان الهومو سابين والنياندرتالي كانوا يعيشوا في مجموعات صغيرة، ولكن لما عرفوا أن في العدد أمانة أو أمان، كثرة الأعداد وكثرة القبائل على المستوى الصغير، يعني ممكن تشوف أعداد 20 أو 30 أو 40 شخص، ويكتشفوا حاجة اسمها الاكزوستيف هانتنج أو الصيد عن طريق الإجهاد،
هم أن يجروا يعني كمجموعة إنسانية 10 أو 20 شخص وراء بعض من زي الغزال أو الكائنات العاشبة. البرية اللي تنصاد بشكل عام، نعم عزيزي. يعني الكائنات البرية اللي تنصاد وتنوكل. صحيح صحيح صحيح، زي الغزلان. وكانوا يعني يمشوا وراء هذه الكائنات لعشرات الكيلومترات حتى تجهد، وعندما تجهد بسبب طبعا هم عارفوا انهم يستطيعوا ان يعرقون، ولاحظوا على الكائنات الحيه الاخرى انها ممكن طبعا مشاكل العرق، في كائنات لا تعرق بهذا الشكل عند الانسان، فبيحصل لها حاجه اسمها اجهاد اكزوستشن، فتخر فيصل للصيد. وده كان يحتاج الى المجموعه الانسانيه كمجموعه كبيره تعمل سويا. نمشي بقى لمنطقة ال 12 أو ال 10,000 سنة الأخيرة، فنجد أنتوا عارفين القصة، الناس كلها متابعة، عارفين العصور الزراعية وماذا حدث في العصور الزراعية، وحدث الاستقرار. ومع الاستقرار في البيوت، بتتكلم عن بيوت، بتتكلم عن مدن فيها بقى بيوت تبنى وناس تستقر بالذات نحو أو قريبا من المياه العذبة، أنهار. ميك سنس لغاية دلوقتي، لهذه اللحظة تبنى المدن على ضفة النهار. في دايما تلاقي كل العواصم الأوروبية الكبيرة والشهيرة هتلاقيها دائما على نهر. ده مش صدفة، ده باي ديزاين، والكلام مفهوم. نعم، صحيح. لكن عندي سؤال، إذا ما عليكما، تفضل عزيزي. يعني من باب هذا الموضوع اللي إحنا راح نوصله بالنهاية، يعني هل يخص الأشياء المادية واللامادية ولا هذا هنصل، السوء؟ ما هو ده التقديم عزيزي، ما هو ده هنصل لهذه المنطقة. أنا بس بعطي سردية مقدمة. مقدمة، خلفية الموضوع. أي بس يعني أقل من 10 دقائق وهنبدأ النقاش. تفضل وشكرا تفضل، معك تفضل. عزيزي، شكر جدا. طيب، احنا فين كنا؟ وصلنا إلى منطقة الاستقرار. مع الاستقرار نتكلم عن إنسان يستطيع أن يطهو الطعام، عنده بيوت يسكن فيها، وكمان لأول مرة ابتدى يزرع. الزرع معناتها أن هناك ضمان مستقبلي لوجود الطعام. كان الإنسان يأكل اليوم بيومه، يعني ولغاية دلوقتي للأسف في مجموعة إنسانية تعيش في المنطقة العربية تعيش بهذه الطريقة، اليوم بيومه، اللي هم الناس الفوعلية والعمال اللي هم يمشوا لغاية ما حد يعطيهم شغلة فيشتغلوا هذه الشغلة باليوم، ويعني يحطوا الأكل على مائدة العائلة للأسف الشديد. لكن طبعا النوع ده من أنواع العيشة لا يضمن المستقبل، محدش قادر يعرف المستقبل بيعيش اليوم بيوم. لكن مع استاذ هاني، انا بدأت انت عم تحكي عن النوتريشن. بحكي عن سوري عن ايه؟ النوتريشن لم أفهم ما هي النطرشة. انه عن الدايت وما ادري شو هدول القصص. على الشو، سوري، الدايت النوتريشن، لا نتكلم عن الدايت ولا النوتريشن. العنوان واضح عزيزي، واحنا احنا بناخذ المنطقة الإنسانية إلى الخلف شوية عشان نفهم كيف كان الإنسان يفكر، عشان لما نأتي لمنطقة الفجوات المعرفية نفهم. احنا بس بنرجع للماضي يعني حبتين. اكني هذا دايت شكو يا اخوي، دون شوف هلا العنوان. نفهم، هلا بلشت نفهم عليه اكثر واكثر بصراحة. ولا يهمكم يا جماعة. طيب، فهذا الإنسان القديم اللي من حوالي 10,000 سنة، طالما أن هناك تأمين للأكل عبر الزراعة، الإنسان كان يزرع، فبدأ لأول مرة أن الإنسان أصبح عنده رفاهية. إحنا قلنا ما كانش عنده رفاهية التفكر، عمال كان يجري من الحيوانات ويحتاج أن يأتي بالطعام يوميا. مع وجود المسكن والمأكل وكمان حتى الملبس، هناك لبس ابتدينا نكتشفه
يعني قميص وشيء من هذا القبيل ترجع إلى يعني آلاف من السنوات. هذا الإنسان أصبح له سعة من الوقت وهو عمال يطهو، يعني طبعا منطقة تخيلية، يعني نحن لا نعرف بالضبط، ولكن أنا أتخيل أن هذا الإنسان اللي عنده بيت وعنده زراعة بتؤكد له أن هناك طعام غدا وبعد غد. أرحب بالصديق دكتور نسيم زكا. اهلا هاني، يا نور، مساء الله. الخير يا دكتور، منور يا دكتور. منور منور يا دكتور. فهذا الإنسان القديم ابتدى يستقر وأصبح عنده لأول مرة، طبعا أنا أتخيل في مشهد تخيلي، عايش في بيت، في أكل يوميا، في أكل لبكرة وبعده عن طريق الزراعة، وهناك في مساحة في الوقت. المساحة من الوقت دي ابتدت خلت الإنسان يتفكر، يا ترى بقى ماذا. طبعا احنا نتكلم كمان العقل عمال يتطور والمخ عمال يزيد في الذكاء، وطبعا لما النيوتريشن او عملية الطعام بتزيد بيتحسن فيها اشياء كثيرة. عندنا داتا بتقول ان البلاد اللي يكون فيها الغذاء شح وقليل للأسف مستوى الذكاء بيكون ضعيف، والاهتمامات بتكون في أشياء أخرى، وده مفهوم. يعني المخ كأي عضو آخر محتاج إلى النيوتريشن حتى ينمو، وينمو بشكل صحيح. المخ الإنساني ينمو حتى بعد أن يقدم الإنسان على الحياة ويكبر، وفي أماكن لا تنضج إلا بعد سن 25 أو في سن 25. فإذا لم يكن الغذاء موجود بشكل صحيح، ده ممكن يؤدي إلى إعاقات ذهنية ومشاكل كثيرة جدا. فعمال يزداد التعقد النيورولوجي. إذا ما بياكل منيح بيصير يعني معاق ولا كيف؟ ما فهمت عليك. يؤثر، نعم يؤثر على النمو الإنسان جسديا وكمان على مستوى الدماغ. نعم. مستوى الدماغ. عن اوكي. المخ. ثانك يو. طيب تمام. وطبعا ممكن تورث الموضوع ده للأجيال، لكن لما طبعا الأكل أصبح موجود بشكل كبير وهناك استقرار بيزيد الذكاء وبيزيد العنصر الاجتماعي. الإنسان لا يأكل بمفرده، احنا نتكلم بقى عن مجموعات تولع النار وتعمل حفلة يعني عشاء شواء وتنتظر الأكل وهو يعني يطبخ وتتكلم بقى فيما بعدها. حصل بقى في لغة وفي تطور. فممكن أحد الأشخاص الـ elders أو أحد شيوخ هذه القبيلة أو المجموعة رفع مثلا سبابته في يوم من الأيام للسماء وقال: ما هذه الأشياء المنورة في السماء؟ فأكيد في ناس قالت مثلا، يعني أو أرجح، ماذا لو كانوا دول هم أجدادنا ينظرون علينا من السماء يعني ويعتنون بنا؟ أو ماذا كانت إذا كانت هذه كائنات تحاول أن ترعانا أو تحاول أن تؤذينا؟ وظهر الفكر الإيماني في هذه المرحلة لأول مرة، وكان مصطحب بفكر ما ورائي آلهته هي الأنثى. طيب أستاذ العسكر، هعطيك المجال تفتح بتسألني سؤال، بس أرجوك بعد كده خليني بس أطرح أكمل وهنفتح المجال لكل الأسئلة. اتفضل يا أستاذ العسكر. عفوا، بس أنت منو تقصد اللي واجهوا يعني اللي قالوا هذول ممكن أجدادنا؟ أنت منو تقصد فيهم بالضبط؟ لأن هذا اللي أنا قاعد أحاول أستوعبه من اليوم، لأن أنت المجموعة الإنسانية اللي استقرت، اللي استغرت بأي عهد بالضبط؟ قلنا من 12 ل 10,000 سنة، عصور الزراعة. 12 إلى 10,000 سنة، يعني قبل لا يكون في شيء اسمه يعني دين بشكل عام. ما دي يعني لم يكن هناك دين، ولكن هذه بدايات التطور. حتى التطور يأتي على الأفكار. الدين لم يبدأ بهذا الشكل المعقد، ولكن بدأ بشكل بسيط، وهو الاعتقاد أيه. والإيمان في أشياء ما ورائية. هكذا بدأ، تفضل، وتسمى المرحلة، مظبوط. عفوا عزيزي،
في كانت مرحله تسمى المرحله السحريه، والمرحله السحريه كانت فيها اعتقاد بالارواح الشريره. اوف، في صحورة مسحورة كمان. طيب ارجوكم يا جماعه، ارجوكم يا جماعه، خلوني اكمل بس السرديه، ولو تفضل تفضل، معاك، انا معاك تفضل جدا، تفضل. معاك اتنشن كلك. يعني عشان لو تحصل تدخل مره تاني مضطر. طبعا في ناس ابتدت تنزعج في الشات لان هم مش قادرين يستمعوا الى السرديه بالشكل المستمر. ف هنضطر ان احنا لو تدخل احد الاشخاص مره تانيه ان هنطلعه ونخرجه وندخله مره تانيه بعد فتح الروم للشات. ده من 10,000 ل 12 سنه، 12 ل 10,000 سنه، العصور الزراعية، عصور الاستقرار، وبداية طرح الأسئلة، طرح الأسئلة الوجودية. وهنا تبدأ منطقة اللي احنا نتكلم عنها، منطقة الأسئلة. عندنا إنسان فضولي عنده مساحة من الوقت أم من الأكل والشرب والملبس، وابتدأ ينظر إلى هل هناك هدف؟ هل هناك غاية؟ لماذا أنا هنا؟ يا ترى في شيء أكثر من ما هو الأكل والشرب والجنس؟ ده المنطقة اللي احنا هننطلق من خلالها النهاردة. طبعا القصة بقى معروفة في تقدم الوقت، ومع تقدم الوقت أتت الأديان القديمة، الديانة الهندوسية أقدم من الأديان الإبراهيمية، في ديانات تصل عمرها إلى 5,000 سنة. وبعد كده ننطلق إلى طبعا المنطقة اللي احنا هنهتم بيها أكتر النهاردة، الديانات الإبراهيمية اليهودية، من حوالي 2500 2600 سنة. في ناس بترجع على 3,000 سنة، ولكن هذا الكلام ليس عليه أدلة. المسيحية 2000 سنة، الإسلام 1400 سنة، وهي فيها أصبح في تعقد، لأن الإله أصبح يتواصل عبر الرسل، وهناك ملائكة، وهناك شياطين، وهناك حساب، ويوم آخر، وكل هذه الأشياء التي تعقدت مع تعقد الإنسان لفهمه للماورائيات. ولكن في آخر 200 أو 300 سنة، طب كويس إن معانا الدكتور نسيم، ابتدى الإنسان البسيط الذي كان يحاول أن يسأل أسئلة كثيرة ولا توجد أجوبة، فكان يرجعها إلى اعتقاد أو ما وراء إيماني حتى يبقى على الحياة. كان لا يحتاج الإنسان إلى الحقيقة، فقط كان يحتاج إلى ردود توسي وتجعل مجموعة من الإنسانية تجتمع حولين هذه الفكرة فتتقدم، فتعيش، فتبقى على الحياة. يتقدم الإنسان وتكون هناك أعداد كبيرة جدا من البشر، ويكتشف أن الإنسان، أن الحياة ليست فقط هي لكي أن تبقى على الحياة، ولكن أن تكون هذه الحياة جميلة أو مريحة أو فيها استفادة، فيها مساعدة للآخرين. ويكتشف أنه لا يعرف الكثير، فوجد يعني وجدت طريقة للوصول إلى المعرفة البعيدة عن التجارب الشخصية والقيل والقال والعنعنات وكل هذه الأشياء، وهي طريقة تحيد فيها الانحيازات الإنسانية، وتضع التجربة كسيد للموقف، التجربة التي تعمل وتوافق الفردية اللي وضعها الإنسان قبل أن ينطلق إلى الإثبات، ومن ثم تؤتى بتقنيات يستعملها الإنسان مثل التليفون والسيارة والطيارة والصاروخ وكل هذه الأشياء. فيكتشف أن أشياء كثيرة يبتدي يتجاوب عليها، كيف تسقط الأمطار، لماذا تحدث عملية الليل والنهار، وكيف تحدث عمل سوري مش لماذا كيف تحدث عملية الليل والنهار، هل الكرة الأرضية مسطحة فعلا ولا كما قيل من قبل جاليليو وكوبرنيكوس، أن الكرة الأرضية ليست حتى في مركز الكون كما يعتقد، وأصلا في لا يوجد شيء اسمه مركز الكون، نحن نعرف هذه المعلومة حاليا. والفراغات التي كانت تقطن فيها
الفكر الماورائي أو الفكر الإيماني أصبحت تضيق وأصبحت في 5 مناطق معينة أنا حددتهم وعملت عليهم السلسلة اللي من 6 أجزاء اللي فوق باللغة العربية، وبالمقابل ال6 أجزاء باللغة الإنجليزية. لا كافر كافر، اللعنة الله عليك. طيب يعني قعد كل هذا الوقت، ويعني مش عارف، يلا على الله يا أستاذ العسكر، لا تخيب ظننا عزيزي، أنت منتظر بس الوقت المناسب. ها أتمنى ما نشوف. والله هل انا مشكلتي في ودني اللي باظت؟ يعني مشكلتي في طيب خلاص، يبقى احنا كده وضحنا الوقت ما من أول 300 ألف سنة لغاية هذه اللحظة. ولماذا إذا كان هناك سؤال وليس هناك عليه إجابة، من المنطقي، وعايز أسمع رأي الدكتور نسيم في هذه المنطقة، وهنفتح بقى الغرفة طبعا، ارفعوا ايديكم يا جماعة، نبتدي نطلعكم نسمع آرائكم. من المنطقي ومن الصحي ومن المعقول بعد ما عرفنا ما عرفنا من خلال الفترة الطويلة جدا في الزمان، أن عندما لا نعرف نقول لا نعرف، ونحاول أن نعرف في الخلفية. طبعا لا نتوقف عن محاولة المعرفة، ولكن نقول لا نعرف. أن يأتي شخص ويقول أنت لا تستطيع أن تفسر هذا الأمر، وبناء عليه 1 2 3 4 5، إيه رأيك يا دكتور نسيم في هذا النوع من الطرح؟ والله هو ده اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. يعني ما اعتقدش ان حد بيقول، يعني معظم الناس بتقف في الجزئيه دي. هو ان كنا لا نعرف فنحن لا نعرف، يعني الفكره بتاعت لا نعرف، فاذا اعتقد انتهت من مده طويله. يعني مش عارفين فاحنا مش عارفين، لان كل يوم الجزء اللي مش عارفينه بنعرفه، والجزء اللي عارفينه بنعرفه اكتر. يعني حتى على الصعيد الاخر نحن نعرف فلا يمكن للمعرفة دي أن تكون إلا صحيحة أو إلا مطلقة، فبرضو فيها كلام. فهنا إحنا بنقول إن الدنيا يا جماعة في النص، العلم تراكمي بيتطور، واللي إحنا عارفينه النهاردة ممكن نستزيد من العلم عنه بكرة، ونعرف تفاصيل أكتر تبهرنا يوم عن يوم، لحد النهاردة بنبني المسارعات اللي بتبص على الجسيمات ما دون الذرية بأعقد مما تتخيلوا. أعتقد يمكن محدش في الروم سمع عن الأجزاء اللي دايرة دلوقتي في الجزء بتاع الهاي انرجي فيزيكس. وعلى الصعيد الآخر إن كنا لا نعرف فالمفروض إن إحنا ما نعرفش، لأن تجاربنا التاريخية مليانة بأشياء سيئة. لما قلنا ما نعرفش فأطلقنا العنان للخيال دون حتى الخيال ما يكون مبني على شيء، فبقى عندنا فيه مشاكل كتير. فبالتالي لو احترمنا المعرفة الإنسانية بتاعتنا هنقف عند إن اللي نعرفه يمكن أن يتطور، وإن ما لا نعرفه ممكن أن نعرفه يوم من الأيام. ده رأيي في الجزئية دي. يعني ده لو بتسأل عن حاجة تانية. لا ممتاز، دي كده يعني بداية لطيفة جدا. تعالى طبعا انت معايا دكتور نسيم، ومعايا الصديقة العزيزة روبي مدراء للغرفة معايا يساعدوني. ايه رأيكم او ناخد اتس ديسكليمر، انا لا بنزل حد ولا بطلع حد، انا بس معين. انا عارف ان انت زي حالاتي، بتعطى النجمة الخضراء، ولكن احنا الاثنين لا بنهش ولا بنش في اثناء الغرف اللي بيكون عليها ضيوف، يعني ضيوف شرف يعني. طيب انا خليني، انا طبعا اللي بطلع وبنزل، وانتم بس يعني في التدخل في اي وقت اذا كانت هناك فكرة. طيب تعالوا نمشي بالدور وناخد الاستاذ العسكر، تفضل يا عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا انا نقاشك هذا سامع فيه من قبل، بس من قبل ناس يعني
بمحيطي انا بعالمي يعني، ما يمكن ما وصلوا حق المكان او الموضوع اللي انت وصلت له من قبل، لان يعني خبرتهم محدوده بهالنقاش، لكن انا استمع من بعيد لبعيد يعني عن كذي مواضيع واحب استفيد منها الصراحه، خصوصا يعني لا حياه ولا ماده وهالامور. ويعني ساعات اقول يعني اسال نفسي اسئله غريبه لكن ما ادور على الاجابه مع الاسف يعني، لكن وايد استفدت من موضوعك خصوصا عن الانسان شنو كان قبل 10,000 سنه الى 12,000 سنه. ما يعني معاكم يعني مستمع جيد راح يكون. طيب ممتاز جدا، ممتاز جدا. روبي حابه تضيفي اي شيء لغايه دلوقتي الكلام اللي انت سمعتيه؟ سوري المايك كان مفتوح، ما كنت قاصده. اهلا وسهلا فيك عزيزي هاني والعزيز نسيم، دكتور نسيم. بالنسبه لمشكله لما تقول ان لا نعرف، مثلا ما فيها شيء تقول لا نعرف، مشكله هالجمله خصوصا بالنسبه لي اللي يدعون العلم المطلق، مشكلتها ان يعتقدون الناس لا نعلم هو يعني نقطه ضعف. هي مش نقطه ضعف، لا نعلم لا يعني اننا لن نعلم، ولا يعني حتى اننا بالفعل سنعلم، لان يمكن في اشياء حتى يعني ما نقدر نتاكد منها لان تقنياتنا او امكانياتنا او الانرجيز مثل الهاي انرجي اللي تكلم عنها دكتور نسيم بتاعتنا ما تتوصل مثلا الى درجه ان نكتشف بعض الأشياء مثل الجرافيتون مثلا اللي عليها كثير مثلا من المعادلات الرياضية، لكن ما يعني ما نقدر نجدها، ما نقدر نجدها ولا نقدر نوحدها مع القوة الثانية. ولكن العلم هو طريقة شلون إن إحنا حتى لو الأشياء تبدو يعني في تنبؤات من مجالات ومن أشياء أخرى عليها، فيقول لك if it quacks like a duck and walks like a duck most probably it's a duck. يعني إذا هي قامت تكاكي مثل الوزة أو البطة وبتمشي زي البطة، فأغلب الظن هي بطة، أغلب الظن أو الاحتمال الأكبر. فالعلم هو بيمشي كده وهو تراكمي، يوميا إحنا بنكتشف أشياء ما كنا نعرفها قبل عرفناها اليوم، وفي أشياء يمكن حتى عمرنا ما نعرفها ما رح نتوصل لها. هذه مش عيبة بل هي ميزة، لأن أنت لما تقول أنا لا أعلم معناته هذا فتح لك مجال علمي جديد للبحث، مجالات كثيرة تفتح لك من كلمة لا نعلم. لكن عندما تقول أن أنا أعلم وبالمطلق، أنت كديفولت بتحط الإله بتاعك في هذه الفراغات، وهنا يتوقف البحث. هذه المشكلة يعني حسب ما أرى. تفضل عزيزي. شكرا جدا يا روبي، شكرا جدا. طيب طبعا ري موجود وانا اطلعتك يا ري واتعطيك الميكروفون بعد حوالي 20 ثانيه. بس اول شيء يعني ري، انا كنت اعمل لك بلوك لانك في اخر مداخله، برغم ان احنا كنا نتكلم مع بعض لشهور، انت كنت تاتي على الغرف اللي انا كنت بفتحها، كنا نتناقش، كنا نختلف، ولكن لم يكن ابدا هناك اي تطور. لكن فوجئت في مداخلة من حوالي كم شهر ان انت يعني شتمتني، فانا عملت بلوك عشان اريح دماغي وخلاص. يعني انا عادة لا انظر الى الخلف، ولكن ابتديت ان انا ما بقيتش اعمل بلوك خالص. يعني حتى لو في كان شخص يعني ما بقيتش اعمل بلوك لانه بيعمل مشاكل كثيرة في الغرف، وخلاص حتى عملت بلوك لا ما بقيتش اقتنع بيها. خلاص الشخص اللي أنا توقفت عن الكلام معه خلاص هو موجود يتكلم زي ما هو عايز وأنا أتكلم وينتهي الموضوع على هذا الأمر. أنا عارف أن أنت مهتم بهذا الموضوع، أنا
بفتح صفحة جديدة، وأتمنى إن في مداخلتك ما يكونش في أي شخصنة، وأنا هفعل، تعرف إن أنا أصلا لا أفعل الشخصنة، وهنتكلم في المواضيع. أنت راجل إنسان معتقد، أنا غير معتقد، ولكن أتمنى إن هذه الأشياء لا تحفز الفكر العلمي والفلسفي، لأن في بعد منطقي وفلسفي هيبنى عليه الأشياء. فبعد التحية، ويومك سعيد ري، وأتفضل معك الميكروفون. اوكي، تحياتي استاذ هاني جميعا. بس صراحه انا مش متذكر اني شتمت، لانه انا عاده ما بشتم، يعني ما عم بيش شتمت حد، يعني ممكن استهزئ بعض الافكار. لا لا، مش شتيمه، كانت يعني تعدي عليا شخصيا، يعني اصبح الموضوع اد هومينم، يعني ما كانش فيه، كنت يعني انا حتى استغربت يومها، كنت انت يمكن ما كنت متنرفز، في جماعه نرفزتك او شيء، ما انا لا اعرف. على العموم، بص عزيزي، خلاص، في الماضي راح، انت دلوقتي موجود معانا واهلا بيك، وهنتكلم وخلاص، مش عايزين نضيع وقت الناس في ان احنا نتكلم على اشياء يعني تافهه، هناك مشاكل اكبر في الحياه بس من يا هذا ريت بس الموضوع. نعمل، انا ما بدي افوت في الموضوع كتير، بس نعمل بس شوي كلاريفيكيشن للموضوع، لانه انا ما عمري شتمت حد صراحه. ممكن اكون شتمت حد في الروم عندي، طلع الطاول او سب او كذا، قلت اكثر لي شيء ممكن قلت لي احكي. اوكي قلت لي يا ري ان انا بهبت وانا لا اعرف عن ماذا اتكلم وكل هذه الاشياء. اوكي، هذا ممكن انا حكيته. أيوه. انا عاده بستخدم كلمه بيهبد او كلمه، لانه هي شائعه. لا لا، لم تشتم مثلا بالاب والام وهذا الكلام السوقي، انا عارف طبعا الكلام السوقي ده خلاص، لا لا يعني لا، سوقي ولا غير سوقي، انا حتى كلمه كلب او كذا ما بحكيها، يعني الا صح. اذا واحد طلع سبني، يعني مثلا سب او كذا، ممكن اقول له يا كلب يا حمار، اما غير هيك ما بحكي. خلاص، بص عزيزي، زي ما قلت لك، تعالى ما نضيعش وقت الناس، انا خلاص نسيت هذا الموضوع، خلينا نركز عشان الناس تستفيد مني ومنك. اوكي، طيب انا بصراحه الموضوع هذا كثير، يعني خلينا نحكي، بحب اناقش فيه. ولو انا اجي مثلا على موضوع التطور، ممكن انه يعني بعض الاشياء نتقبل مثلا عليها ادله او كذا، فانت هيك يعني مرغم انك تقول يس هذا الشيء يحصل مثلا، حتى لو احنا عم مثلا في ممكن في بعض العلماء بيشوفوا من مناظرة أخرى، مش ضروري إنه يكون تطور هو مثلا نوع من التكيف وات ايفر، لكن هذا يحدث بنشوفه. لما تحكي مثلا انتقاء طبيعي أو كذا، هذا حرفيا بيحدث. فهون أنا عندي دليل أدلة يعني محسوسة مرصودة، بقدر إنه أتعامل فيها. لكن موضوع الحياة من اللا حياة، هذا صراحة هو الموضوع الأهم، وأنا بظن إنه إذا ثبت أو في أدلة علمية على إنه إحنا الحياة يمكن أن تخرج من اللاحياة، يعني حتى إمكان عقلي، مش إمكان عادة، حتى لو إمكان عقلي، فأتوقع هذه راح تكون سبب كافي لأي واحد إنه يلحد حرفيا. يعني أنا بالنسبة إلي، إذا ثبت إنه المادة هاي اللي إحنا شايفينها هي أزلية، وإنه هاي المادة تتصرف هكذا منذ الأزل، تحول من شكل إلى آخر، وأن الحياة يمكن أن تنشأ في الكون فقط بسبب ظروف معينة وتواجد هذه الظروف تلقائيا ذاتيا، ويثبت التطور، يعني أنا بالنسبة لي مش يثبت بالنسبة لك، وكذلك ظهور هذا الإنسان العاقل. تعرف خلاص، إحنا بتعرف يا ري، حتى في هذه المنطقة، حتى إن ثبتت، أنا حدعي ادعاء أن العقل الإيماني المؤمن لن يقف وحيقول هكذا أراد للإله أن تكون هذه خطة الحياة، هو حضر الانيشال كونديشن. هذا العقل الإيماني يا عم انت، وهو استنى يا عم انت، انا جاي بعيد، انا ايدي بلت التليفون، والله بنيجي لك يا دكتور رياض، جبتها منين من غير ما تكون عقل؟ دي لا، مقبول عقل، مقبوله ونص عقلا، الناس بقى بالعقل، الجزئيه دي مقبوله ونص عقلا، نشوء حياه من اللا حياه ما فيهاش اي مشكله عقليه نهائيا. انا هذا هو، انا عندي اهم عقلا، تخيل.
انا بالاول كنت اقول عاده بعدين قلت لا فنروح لعقل. ولا عاده هي الفكره فين يا ري؟ الفكره فين يا ري؟ ان الحته الجزئيه دي يعني لو اثبتنا بكره الصبح ان البايوجينيس الصحيح وكله نشا من خليه اولى نشات بشكل تحول زي ما انتوا بتقولوا كده اللاحياه الى الحياه بطريقه بحته جدا، حتى في الحاله دي ده ما فيهوش اي مشكله عقليه. ممكن نستراجل شويه مع هل النصوص نتكلم فيها ازاي، بس عقلا او اثبات حتى واجب بالادله، يعني حتى الادله العقليه اللي يستدل بيها المؤمن على اثبات واجب الوجود لن تهتز، مش هتحرك مكانها. الجزئيه دي خليها واضحه شويه. بتعرف انا ما بحبش الفلسفه يعني وعلم الكلام على الامور، عشان كده قلت لك انا دكتور رياض دلوقتي. انا دليل الامكان والحدوث انا يعني شايفه كلام سوالف. فانا بهمني الجانب اللي انا بحبه او اللي انا بقتنع فيه. طيب ما ايه رايك في الموقف العلمي يا صديقي؟ هلا انا بس احكي لك شو عملت. انا بس هقول على بس على جمله وهتوقف وهعطيك الميكروفون عالي يعني، وخلي الميكروفون مفتوح طالما النقاش يعني رايح جاي يعني مفيش مشاكل خالص. المشكله ان او مش المشكله الانفرنس، تعرف الانفرنس العلمي والاندكتيف لوجيك بيقول ماذا لو نحن كل ما نراه في الحياه بيجعل ان هذا الامر مش فقط معقول، لا ده احنا نراه دائما وابدا. الامرجنت بروبرتي والاشياء المنبثقه، حتى انا فتحت شايف العنوان مكتوب الحياه من الحياه واللا مادي من المادي، يعني كيف ياتي الوعي او الفكره هي شيء غير مادي، ولكن هل يمكن ان يكون الوعي والفكره غير محمولة على المادة وهي المصنوعة من الأتومز من تعريفة اللي هي المخ؟ هل كانت هناك أبدا معرفة لفكرة هائمة أو وعي هائم في الهواء الطلق بدون أن يحمل على المادة؟ نحن نعرف في العلوم في الكوزمولوجي وفي الكيمستري وفي البيولوجي أن عندما تتعقد تجميعات كومباوندز معينة تنتج خواص لم تكن موجودة في السيستم من لحظة البداية. تفضل يا أستاذ. طيب شوف أنا بالنسبة لي أقول لك شو بعمل كيف طريقتي يعني في البحث. أنا بحب إنه يعني to challenge myself أو my idea، يعني بخليك بسمح لنفسي إنه أنا نفسي أتحدى هاي الفكرة. فكيف بعمل؟ أوكي أنا عادة مثلاً عادة لا أستطيع إثبات أو لا يمكن أنه هذا أو لا لم نستطع لحد الآن إثبات أنه الحياة تنشأ من اللاحية، هذا عادة لا نملك تصور، لا نملك طريقة، لا نملك أي تجربة ممكن توضح لنا كيف هذا نشأ. نمتلك أشياء هنا وهناك ولكن كلها غير كافية، إجمعها كلها غير كافية. فأنا إيش بعمل؟ بروح للإشي الأصعب. الإشي الأصعب هو عقلاً، إذا في إمكانية عقلية فقط هذا شيء يعني كويس. فأنا بتحدى الفكرة أكثر، بقول حتى عقلا لا يمكن أن تنشأ الحياة. وهون بصير أنا بقدر إنه لما هذا التحدي لما يصير هيك بصير أصعب. ما 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 تعال ما أنا بتمسك بفكرتي أكثر، عرفت كيف؟ ما تعال بقى تعال هنا بقى خلينا نخش بقى في المنطقة اللي هي كان مهم جدا. أنا حطيت الديبيت بتاع ديف فارينا وجيمس تور، انا هيكون لقاء مع ديف فارينا على قناتي الاسبوع القادم وهنتكلم في هذا الموضوع. تعريف الحياه، ترى الحياه لان احنا احد الكائنات الحيه على انها شيء سحري، نحن نتالم ونحب ونجوع ونمارس الجنس ونغضب وكل هذه المعمعه الانسانيه اللي هي تخلي الانسان، وافلام ومزيكا وفلسفه وعلوم من الخارج تبدو أنها معجزة، فعلا شيء معجز. هذا الإنسان اللي كان لسه من 300 ألف سنة بيجري، كنا بنتكلم في السافانا عشان الحيوانات ما تاكلوش، بيتكلم عن الكوانتم ميكانيكس دلوقتي ويفهم هذه الأشياء اللي هو أصلا كان المفروض ما يفهمهاش الحقيقة. فيبدو من الخارج أن الأمر سحري، أتفق معك، ولكن ماذا لو لما الواحد لما بيجي يتكلم في البيوجينيسيس، وتور لما كان بيتكلم مع فارينا كان يتكلم على التعقد الحياة البيولوجية حاليا. إذن تعريف الحياة، علينا أن نعرف ما هي الحياة، يعني الميسيس جرين السبع قصائص للكائن الحي، هل كانت تحتاج كلها أن تتوفر
في هذا الكائن الأورجانيزم اللي هو كان يحتاج فقط إلى شقين، هو الريبليكيشن والإنرجي. هل كان أن بدأت الحياة بسيطة جدا؟ وإذا علينا أن نعرف الحياة، ما هي الحياة؟ لأن يبدو أن الحياة الموجودة حاليا معقدة ولا يمكن أن تنشأ بهذه الشكل، ولكن نحن نعرف أنها لم تنشأ بهذا الشكل. نحن عرفنا أنها أتت من أشياء أبسط وأبسط وأبسط. إذا إن رجعنا إلى الوراء، هذا الكون المعقد بتاع الكوزمولوجي مكانة اختصاص دكتور نسيم بدأ بشكل أسهل من وأبسط من هذا بكثير. كانش في هيدروجين وهيليوم وشوية ليثيوم في البداية، وكل التعقدات في البريودك تيبل دي أتت من خلال التباديل والتوافيق ما بين المادة لتنشئ أشياء لم تكن موجودة في البناء الأصلي. إذن لو الحياة بدأت بهذا الشكل، بالشكل البسيط جدا، ثم تعقدت فيما بعد لحلت المشكلة وتصبح الموضوع أكثر معقلية. القفزة لا تحتاج أن تكون قفزة رئيسية. يعني هون في مشكلة، بس هون في مشكلة صغيرة. أنت بتقول الحياة كانت أكثر بساطة، بمعنى أنه كانت الخلايا نفسها وظائفها أو ما تقوم فيه أو تركيبها كان أبسط. بس إحنا لما نحكي أكثر بساطة أو أو أو, أو لا، إحنا نحكي عن السيستم. يعني هل كانت الخلايا لا تمتلك مثلا سيل ميمبرين؟ لا، من منذ الخليه الاولى هي عندها سيل ميمبرين. هل كانت لا تمتلك ار ان اي او 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 او, أو خلينا نحكي جينيتك نيوكليك اسيد؟ لا، كانت تمتلك نيوكليك اسيد. فهون السيستم هو ذا سيم. شو ما قلت ابسط، احنا نحكي عن السيستم. هل كان نفس السيستم ابسط؟ يعني هل كان مثلا الكودينج سيستم في الدي ان اي فقط امينو فقط نيوكليوتيد واحد بدل اثنين او ثلاث؟ ما عندك دليل انت على الحكي هذا، انت هون فقط تفترض. يعني ما تقدر تقدم اي دليل على اي كلمه من اللي حكيتهم سوى انه الخليه كان شكلها. لا، شكلها انا لا اقدم دليل، وحيصعب، اعتقد انه حيصعب وجود دليل يعني. ولكن انا ممكن استطيع ان اقول بشكل عادي جدا وطبيعي وبدون الاحتكام الى الماورائيات، ماذا لو ان الخليه يعني الممبرين، ماذا لو كان الممبرين كانت احد الصدف؟ يعني ماذا لو كانت ماذا لو كانت المعلومات كانت هائمه وكانت غير محيزه واتى؟ طبعا تعرف الليبيدز يسقط من الفضاء، في ليبيدز في الفضاء، البيلدينج بلوكس مليئه. يعني ما دي احد علامات الاستفهام، اذا كان البيلدينج بلوكس مليئه وتسقط علينا بالنيازك ومنها الليبيدز الغشاء الدهني، ماذا لو كانت هناك محاولات او مش محاولات؟ طبعا ليس هناك اي شيء intentional او بشكل هناك مقصد، ولكن كل هذه الراندوم بروسيسز اللي عماله بتحصل في الخلفيه وكانت المعلومات هائمه وغير، تعرف طبعا هتتفق معايا ان الليبيدز ان احد اهم الاشياء للخليه، ويقال انها لو لم يوجد الليبيد لما ظهرت الحياه، لان انت هذا بتتكلم على النظام الذي بيحفظ المعلومات في سياق معين وفي نطاق معين. صح. فممكن انا ممكن اتخيل، تتكلم على الكره الارضيه حوالي 700 مليون سنه قبل ان نقول ان الايبايجنس يبدا، ماذا لو كانت هذه الاشياء كانت لسه متوفره ولكن بشكل متجزئ وغير مجتمع مئات الملايين من السنوات قبل التجمع النهائي؟ حلو. هلا استاذ هاني، انت شو بتقول لي؟ بتقول لي انه كانت هذه المواد موجوده وكان هذا التركيب مثلا الغشاء الخلوي وهو عباره عن مجموعه ليبيد فقط تترتب بشكل معين عشان تنشئ هذا الغشاء، وهي ترتب ذاتيا، يعني حطها في المي لحالها بتقلب، التيل بينزل في النص والراس بيكون لتحت او لاسفل وبتعمل الباي لير. بس هون السؤال، انت بتقول لي هذا كان احتمال من احدى الاحتمالات، هذا التركيب الصحيح هو الذي نجا، بس احنا بنقول لك ماذا لو هذا اصلا ليس احتمال من الاحتمالات؟ اذا كان اللي انت بتحكي فيه هو اصلا ليس احتمال من الاحتمالات، هو اكسكلودد هذا احتمال، it does not exist، فهون انت ما بتقدر تحطه احتمال من الاحتمالات. ما بتقدر تقول لي خد 4 مليار، خد ما لا نهايه من الوقت، هو ليس احتمال. ايه هو؟ سوري عشان افهم، ايه هو الاحتمال الغير مطروح مستبعد؟ عشان اوضح بس، يعني مثلا لو اقول لك انا عندك انت حجر نرد، هذا حجر النرد فيه 6 اوجه من 1 ل 6،
لو انا اعطيتك كل الوقت اللي بدك اياه، خذ اي وقت ما لا نهائي، هل تستطيع الحصول على رقم 7؟ راح تقول لي لا. هقول لك ليش؟ راح تقول لي بيكوز رقم 7 does not exist، وليس احد الاحتمالات. هلا احنا لما نحكي عن كلمه، لا لا بس انا فاهم، انا فاهم بس ايه اللي خلاه، من الذي اطلق عليه انه ليس احتمال؟ الكلام اللي انا قلته ده، ايه مشكلته؟ هقول لك ايش مشكلته. اها هلا لما احنا نيجي لمنطقه الليبيد بايلير، صح ومعقد واحتمال وضع شبه مستحيل، لكن بنقول ممكن عقلا. لكن لما نيجي عند الدي ان اي، هون عندك لا لا عزيزي راي، الليبيد احد خصائصه الذاتيه ان في جزء منه هيدروفوبيك وهيدروفيليك، هو نفسه يفعل هذا الشيء تلقائيا بسبب خاصيه هو موجوده عنده ذاتيه. هيدرو عشان نوضح للناس، في المنطقه الخارجيه، في المنطقه الخارجيه هي هيدروفوبيك والمنطقه الداخليه هيدروفيليك، وال لا العكس قصدك الممبرين، والليبيد نفسه الليبيد بارتيكل الممبرين، فهو يقفل عن نفسه، وهي خاصيه موجوده في الليبيد ولا ليس بسبب التفاعل، هي هكذا هي تتصرف، هو يترتب ذاتيا. صح، هو الليبيد فيه جزء هيدروفوبيك، صح، محب للماء، سوري يعني يبتعد عن الماء، وجزء هيدروفيليك محب للماء. الهيدروفوبيك هيدروفيليك اللي هو محب للماء. هلا انت اذا حطيت ليبيدز في ماء، شو بيعملوا؟ بيترتبوا مباشره على شكل بايلير. التيل هذا اللي ما بيحب الماء للداخل على اساس انه ما يتلامس مع الماء، والهيد بتلاقيه برا. فسطح الخليه من الخارج الهيد موجود، وداخل الخليه برضه الهيد موجود، وبيرتبطوا مع بعض. هلا هذا بيترتب ذاتيا، صح، بس مثلا هذا في مشكله انه حتى لو ترتب ذاتيا، هذا ما عم يعمل سيلكشن لدخول وخروج الاشياء لداخل الخليه. والخليه اهم شيء فيها عشان تحافظ على الدي ان اي اللي فيها، وتحافظ على كل العضيات اللي فيها، لازم تكون معزوله. عشان هيك العلماء بيقولوا لكي تنشا الحياه لازم نعزل هاي الاجزاء داخل هاي البارتيكلز الصغيره. الليبيد باي لاير بشكله البدائي اللي بيحكوا عنه، هو لا يسمح بعزل اي شيء، هو فقط عباره عن يعني تحديد، ما في شيء، لانه الخليه اللي موجوده حاليا هي سيلكتيف، ما بتسمح بدخول وخروج الاشياء هيك بشكل عادي. فاللي بيحكوا عنه لا يفيد، حرفيا لا يفيد. ولكن انا بقول لك ممكن هذا ينشا، ما فيش مشكله، بس انت راح توصل لمنطقه راح تصدم وتعمل ستوب، اللي هي اللي كنت انا احكي عنها، انه هذا الشيء اللي بتحكي عنه هو ليس احد الاحتمالات. كيف؟ لما تيجي للجينيتيك كود، هون الكودينج، هذا هون المشكله. دكتور حسن امبارح كان يقول ما المانع، حسب منهج العلم التجريبي، ما المانع العلمي او الطبيعي انه لا يحدث هذا بشيء بشكل طبيعي؟ المانع انه المشكله انه ما في ريليشن شيب، ما في انتر اكشن، يعني ما في انتر اكشن بين الكود اللي في الدي ان اي وبين الامينو اسيدز، فبالتالي ما في شيء يلزم انه هذا الكود يعني هذا الامينو اسيد. هذه هي معضلة البيولوجي كلها لحد الان. هاو ذس هابن، كيف صار في كودينج للامينو اسيدز؟ لانه هذا حرفيا داتا ومعلومات، والمعلومات والداتا هذه ما في فيها اي خصائص كيميائيه او فيزيائيه بتخلي هذا التفاعل، اذا حكينا انه تفاعل يحدث بهذا الشكل، يعني انا اي تفاعل كيميائي، لماذا يحدث التفاعل الكيميائي؟ يحدث بسبب تصادم الذرات زائد قدره هذه الذرات على التفاعل، قدرتها انها تعمل رابطه كيميائيه. اذا كان عندها هاي القدره خلاص التفاعل بيحدث، سواء يحدث تلقائيا اذا كان المركب الذي سينتج مثلا اقل طاقه، او يحدث بمساعدة، إنه إحنا نعطيه حرارة، نعطيه ضغط، نعطيه light whatever. لكن لما تحكي عن coding هو عندك مشكلة. فإحنا بنقول هذه هي الستيب المشكل، يعني إذا حلت واستطعنا أن نقول إنه لا، المعلومات يمكن أن تنشأ، أو الكودينج يمكن أن ينشأ في الطبيعة بشكل طبيعي، فخلاص هيك الحياة ممكن تنشأ في القائم بدون خالق ولا شيء، يعني عادي.
طيب بعيدا عن الكلام الخالق، يعني ما هي دي المشكله، دي المشكله. يعني في مثلا انت تكلمت وقلت ان الليبيدز، ان الليبيدز لا تقوم بعمليه سيلكشن. الحقيقه ان الليبيدز تقوم بعمليه سيلكشن، مش لازم يكون اوتسايد اوف ذا سيل، ولكنها بتعمل سيلكشن داخل السيل، بتعمل بلوكينج وبتعمل سيلكشن للايرز معينه داخل السيل بكل اريحيه. يعني ممكن احط لك لينك للورقه اللي بتقول ازاي ان الليبت يعمل بطريقه سيلكتيف داخل السيل، مفيش اي مشكله. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه كده، لا استاذ هاني بس ملاحظه صغيره، الليبتس الضغط الاسموزي داخل الخليه ما بتقدر تتحكم فيه، يعني اذا زاد الضغط حولها الخليه بتنفجر عادي، ما عندها ولا بتقدر تعمل شيء بدون وجود الكانالز هذه اللي بتطلع الصوديوم، بتدخل بوتاسيوم الى اخره. فقط على مستوى ضغط، يعني تغير فقط في المحيط في 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 في, في الاملاح اللي ذائبه حول الخليه بتموت. اذا فقط فيها سيل باي لاير فقط ما بينفع، تخيل لهالدرجه الحساسيه يعني. بس ما بعدنا ما نيجي على الاشياء الاخرى. انا حرالك من الاكاديميا، various factors contribute to this selective permeability including the size, charge and polarity of the molecules. Small non-polar molecules such as oxygen and carbon dioxide can pass freely through the lipid bilayer. فيش اي مشكله، ما فيش مشكله خالص ان الليبيد يعني حتى يخترق من الخارج من خلال الاكسجين والكربون. اذا اخترق هو المشكله، اي شيء ممكن ياثر عليها ويعملها رابتشر. هلا بس عندك هي لا تنهي، ده بيحصل تفاعل، هي لا تنهي السل، السل تحتفظ بقوامها، ما فيش اي مشكله. المهم انا ما عندي مشكله، بقول لك ممكن هذا يحدث في الطبيعه رغم انه عليه مليون كويشن. بس بعيدا عن التفاصيل الدقيقه، لان طبعا في ناس حتتهم مننا. طيب نقول يا سيدي ان هذا العلم اللي عمره حوالي 70 سنه منذ التجربه الشهيره بتاعت منتصف الخمسينيات بتاعت الامينو اسيد، طبعا الناس كلها عارفاها، يوري ميلر. وهناك بعض هناك اسئله كثيره وليس عليها اجابه. ماشي، نتفق على هذا الكلام، خلينا نقول ان هذا الكلام صحيح برغم ان الديبيت اللي حصلت واللينك فوق بتاعها داخل الديسكريبشن، اللينك بتاع كتور وفارينا، وانا هتكلم مع فارينا الاسبوع القادم، ان في اخر 20 سنه بالذات كميه المعلومات في البايوجينيسيس مليئه بكل، عندك يعني اشياء كثيره تطورت، ولكن نعم هناك اسئله لم يجاوب عليها. هنا المشكلة اللي بتأتي من قبل الأشخاص بالذات اللي تعرف الخلقيين. جيمس تور مسيحي يقوم على قناته في اليوتيوب بعد ما أن يقدم المقدمة العلمية، يقدم سيرمن مسيحي ويقول أن بدون الاعتقاد في يسوع المسيح لن نفهم كل هذه الأشياء، وبيتكلم بهذه الطريقة، وسي ماير وبيهي وكل هذول الأشخاص. كل ما بنقوله احنا لا ندخل الآلهة على الإطلاق في هذا الموضوع، كل ما بنقوله نحن لا نعرف. إذا نحن لا نعرف، إيه المشكلة في هذا الطرح؟ وليه الإنسان دايما يقفز ويقول نحن لا نعرف إذا في كذا وكذا وكذا وكذا؟ تفضل يا أستاذ ريان. طيب هاني، إذا بدك تحكي على هذا الموضوع، هذا الموضوع الملحدين كمان بيستخدموه، يعني احنا الملحدين بنشوفهم بيقولوا كالتالي: نحن لا نعرف اذا التطور فعلها. بنقول لهم كيف حصل مثلا كذا كذا كذا، انتم بتقولوا مثلا احنا كنا اسماك، ما بعرف، برمائيات. بيقول لك ملايين، مثلا كلمه ملايين السنين. فانتم عندكم نفس الشيء، عندكم هذا الفراغ بتملؤوه بكلمه ملايين السنين او التطور مثلا، فهذا الشيء مشترك عندي. لا 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 عزيزي، انا مش فراغ، ده inference to it، ده بيسمى الناتشرال اكسبلانيشن. يعني اعطيك مثال، احنا عارفين ان احنا نعيش في عالم كلما بحثنا عن خلفياته نجد ان في النهايه يا استاذ يا نادي، حضرتك هتتكلم بشكل يهم الغرفه ولا هنلعب؟ طيب عفوا تكلم معايا، والله في اصوات طلعت هيدا ده ريكورد هي.
طيب آسف افتكرنا حد بيشغل، ما فيش مشكلة. عندنا واقع، كلما بحثنا وجدنا في الخلفية أن السبب أو المؤثر شيء ناتشرال، شيء طبيعي. فيبدو أن احنا نعيش في عالم مادي محمول على المادة، والعلوم تتعامل مع المادة. أنت عارف أن ليس هناك علم يتعامل مع الطاقة ومع الروح، فيسمى، أنت عارف، أنت راجل عالم، فتسمى هذه الأشياء علوم كاذبة. العلم فقط يتعامل مع الأشياء المادية اللي هي تستطيع أن تقاس بس وتتخيل. ده مش قصدي ليه يعني. هو اعتقد متفق معانا ان ان هناك واقع خارجي مادي مرصود مستقل عننا وبنتعامل معاه علميا على الاقل، لكن اعتقد هو يقصد انك كل ما تسأل سؤال تبقى اجابته ان التطور عملها كده. That's not an answer. لا لان طبعا، انت لازم توفر ميكانيزم كامل ازاي، حتى لو هتقول ان هي evolutionary حصلت بالشكل ده ازاي، الاسباب اللي حواليها. فما اعتقدش ان لو حد بيستفيد. اتفضل. انت عارف ان انا كلامي، وقلنا الكلام ده قلناه في الحلقه اللي فاتت، وقلنا وقلته معاك، قلنا في جماعه لا دينيين للاسف الشديد لا يفهموا اي شيء في العلوم، ويستخدموا العلوم بشكل خاطئ ليؤكدوا على عدم وجود اله. قلنا الكلام ده، يعني مثلا الجماعه اه ما هو ساكن في لهم امريكا كانوا يقصدوا ان it goes both ways، ده كل الموضوع مش اكتر. ايوه طبعا متفق. ساكن ليك لو قانون الديناميكيه الحراريه الثاني اللي عمال يغتصب من كل المجموعات، ديني يقول لك ده يؤكد ان هناك الايفولوشن لا يمكن ان تحصل، وده يقول لك ان كده الماده ازليه. طب احنا عارفين ان احنا عايشين في ايسوليتد يونيفرس ولا لا؟ محدش عارف. نعم، فانا هتفق معاك ان في جهله من الناحيتين يستخدموا عدم الفهم العلمي لتأكيد وجود إله أو عدم تأكيد وجود إله. كل اللي بنقوله بالتالي أن كلما بحثنا، طبعا أنا لا ديني ولن أخبي أن عندي بايس وعندي انحياز، وهو الانحياز ده مبني على إيه؟ مبني أن احنا كل ما بندور بنلاقي في الخلفية في نهاية السؤال، طبعا مع برجع بالماضي، أن نهاية السؤال شيء طبيعي. فممكن احتمال ان هذا السؤال اللي هو هياتي بالشيء اللي هو الخارج عن المنظومه الطبيعيه، ولكن حتى يثبت هذا الوضع انا مضطر امشي بحاجه اسمها inference. inference بقى بستخدم حاجه اسمها abductive logic، inference to the best explanation. الداتا اللي عندي تفسر احسن وبابسط الاشياء وبدون ادخال اي شيء اضافي تنضبط من خلاله المنظومة بالمنهج الطبيعي. بس ده اللي أقدر أقوله. حلو. طيب أنا معاك 100%، وأنا اللي بستخدمه حرفياً في نظرتي للأمور، لهي الثلاث أو هاي أو هدول المبحثين اللي هم نشوء الحياة والتطور، بنظر إليه في نفس السياق اللي أنت قلته، اللي هو inference to the best explanation. ما هو التفسير الأقرب للحقيقة؟ التفسير الأقرب للحقيقة بعقلي أنا لما أجي أفسر علميا، لما أجي أفسر إيش هو التفسير المنضبط والأكثر أو الأقرب للحقيقة. هون هيك 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 إحنا بنعمل حرفيا، بنقول كالتالي. الآن أنا اكتشفت، أنا طلعت في مركبة فضائية وصلت للمريخ. على ماذا نبحث في المريخ كي نعرف أنه كان هناك كائنات عاقلة؟ راح تقول لي يجب أن نبحث على مثلا تصاميم هندسية، بقول لك لا مش ضروري، ممكن تنشأ في الطبيعة عادي. طب نبحث عن شو؟ لازم نبحث عن إحدى مظاهر الوعي، شيء يدلنا أنه كان في هون وعي. كيف؟ نبحث عن information، عن معلومات، عن data. مثلا إذا وجدنا data و information، هؤلاء الأشخاص كانوا قادرين عندهم لغة مثلا، يتواصلوا مع بعضهم البعض، عندهم تأليف لشيء، عندهم لغات برمجة، وات ايفر. اوكي، هون بنقول اكيد هون كان في كائن واعي. فانا هيك بعمل نفس الشيء لما نروح على كهف ونلاقي فيه نوع من انواع الانتليجنس او الذكاء، بنقول هذول كانوا عندهم عقل وواعيين. فانا اللي عملته انه وجدت نفس هذا الشيء داخل الخلايا، داخل الخليه في عندي انتليجنس، وجدت في احدى مظاهر الانتليجنس، احدى المظاهر اللي بتدل على عقل، اللي هي ايش؟
وجدت داتا معلومات، وجدت كودينج، ومش كود واحد، تو كودز، والتو كودز بتفاعلوا مع بعض عن طريق انهم بيفهموا على بعض، تو كودز بيعملوا كومبايلينج مع بعضهم البعض. فهون ما التفسير الاقرب او البيست اكسبلانيشن؟ معقول انا وياك في كهف وشايفين لغه وعم فتحنا على الشات جي بي تي وصورنا صوره وحكينا هاي اللغه اسمها اللغه الكذا ومعنى هذه الجمله 1 2 3، معقول انه يكون التفسير الاقرب او البيست اكسبلانيشن انه الطبيعه فعلت ذلك؟ لا، البيست اكسبلانيشن انه كان في كائن عاقل هون هو اللي كتب هذا الشيء. فهذا المنطلق اللي بننطلق فيه اللي هو انت بتحكي عنه صح. لا بس هاي الطريقه ما انا هختلف معاك. ما هو ده التليلوجيكال ارجيومنت بتاع ويليام هيلي بتاع الساعه اللي هو على البحر، فبيقول ان الساعه لها صانع وبيقع الساعه شيء مادي. هاري انا ما عندي مشكله تشعشع. ونفس الشيء على الانتليجنس. لا المعلومات شيء مختلف. مش انتليجنت هادي، هو بيتكلم على الانفورميشن. يعني الدي ان اي بالنسبه لري والتنشن عليها بكده اتس كودد. لا ما انا والكودد بتكلم ودي بالنسبه لي اتفضل هديك الفحل. انا بتكلم على الانفورميشن باي انتليجنس. ما الانتليجنس هنا اللي المنطقه الخلفيه. بس احنا ومعاك الميكروفون يا دكتور نسيم. الانفورميشن عايزين تعريفات للانفورميشن وللانتليجنس. لان احد التعريفات للانفورميشن دايما بتخليني يعني مستغرب انها لازم تاتي من شكل بشكل متعمد من قبل بلانر، وان الانفورميشن ما ينفعش انها سبونتينيوسلي ايمرج. واحنا نعرف ان في تفسيرات الانفورميشن سواء في الستاتستكس او في الكوزمولوجي انها مجرد انها ميجرمنت اوف تشينج ان سيستم، شيء بيتغير من شيء الى اخر، ده bit of information، هو مش محتاج الى مخطط. اتفضل دكتور نسيم. هو دكتور نسيم عشان احنا مش هنوصل لاتفاق في الجزئيه دي، يعني everyone solved in his way. الحوار باختصار هو ان الكود ده it's our way to see the universe. فكره المعلومات شكلها الكلام ده ممكن تقوله على اي نظام. يعني خد اي نظام فيزيائي وتقدر تحوله لكودد سيستم حرفيا. فيش نظام ده دايما الجمله اللي بيقولها دكتور بركات ان الكون من حوالينا بيعمل بشكل حوسبي. يعني لو حد سمع دكتور بركات بيقول الجمله دي قبل كده، هكذا نرى الكون من حوالينا من اصغر شيء لاكبر شيء. كل الفكره في مقدار التعقيد ده. لما تاخد الذره هتلاقيها تقدر تصيغ كل المعلومات اللي فيها، هتسميها معلومات انفورميشن، وتقدر تصيغها بشكل حوسبي ان كودد سيستم. نفس الكلام هتلاقيه كان خناقه طويله جدا بين اسمه ايه اللي مات، ستيفن هاوكينج ولينارد ساسكند او ليناردو ساسكند، على فكره الانفورميشن بارادوكس، ودي كان من اشهر الحاجات في الفيزيكس. فموضوع الانفورميشن والداتا موجود حتى على المستوى الفيزيائي، لكن لان احنا فاهمين نقصد ايه، احنا اللي حطينا العلامات دي. اي باترن يقدر حوالينا متكرر نقدر نحطه في شكل كودد سيستم، بما ان كمان العلماء الرياضيين بيشوفوا ان الكون بيشتغل بشكل حوسبي. لكن هنا ده لا يدل على ان هناك صانع حوسبي للكون، ان في حد عمل الكون بشكل حوسبي. دي هنا نقله كبيره قوي، لان ده this how we work how we think، دي بتاعتنا احنا مش بتاعت الكون. فدي بس ما حدش فينا هيوصل نقطه فيها. يعني ناقشت معايا قبل كده وما اعتقدش ان احنا متفقين. فيعني this where we separate. يعني نسيب انت مشكله بتفكر انه احنا افترضنا الكود هذا عشان نفهم. حقيقة مش هيك الحقيقة. just we are we discovered it. هاي المشكلة إنه إحنا اكتشفنا إنه في كود ولم نفترض شيء ولم نضع. discovered the array. discovered the pattern. صح. discovered the patterns الموجودة. إحنا اكتشفنا إن في patterns معينة. إحنا اكتشفنا الكي المفتاح كيف نفك هذا الكود وفكناه. ما دي وده في كل حاجة في الطبيعة. إنك أنت تكتشف كيف تدور الكواكب ده ذكي. حط رقمهم بأرقام 0 1 وهتقدر تحطهم في شكل كود. كل الفكره هاو كومبليكيتد از ذا سيستم. السيستم الكودنج ده او الكود ده معقد على قد ايه. اللي كان بيقول لك هاني اللي هي البرميتيشن والبرميابيليتي، التباديل والتوفيق في المنظومه قد ايه. ففي هنا تفاصيل. بس يعني في الاخر زي ما قلت لك ها هنا نختلف يا صديقي. يعني احنا مختلفين في النقطه دي، ولكن يعني اصدقاء بنختلف عادي مش مشكله.
طيب عزيزي راي، عزيزي راي انا هعطيك كمان دقيقتين كمان عادي. ممكن انا اللي ما اكونش فاهم، طبعا مش بتكلم في بيولوجي يعني مهتمين. انا بس عايز اعطي الراي طبعا وخليك معانا طبعا، احنا الاعداد بتاعتنا الصغيره يعني هناخد منك كده بعض الافكار لمده دقيقتين وننتقل بس بالدور وخليك معانا يا ري، ما انت قاعد معانا والمجموعات مش كبيره وهنتناقش، هتتعاد عليك الميكروفون مره ثانيه وشوف بقى. يعني اتمنى ان يكون دي كانت بدايه كويسه. شوف احنا بكل روقان قاعدين بنتكلم وبنتناقش وانا بقول لك انا مش عارف، يعني جينيولي انا لا اعرف فعلا، ممكن يكون في نهايه الامر في شيء ولكن انا مضطر. هني بعد اذنك انا هاخد اكشن في الشات ممكن؟ طبعا شكرا. ارجوكم يا جماعه، الناس اللي هتتكلم بشكل مش مناسب في الشات زي ما انتم شايفين اهو، في ناس مختلفه في الراي وبتتكلم بكل هدوء وبتتكلم بكل مدنيه، فارجوكم يا جماعه كونوا على مستوى الحوار، محدش بيتهم شيء. لا في ناس بتكتب حاجات وتجري، يعني في ناس بتكتب تعليق وتجري وما تلاقيهاش حتى تتردد. طب امسح التعليق واعمل له بلوك وخلاص وما يرجعش تاني، الموضوع بسيط كمل. بيغني اغنيه انت شواجري. طيب اتفضل يا ري، اتفضل يا ري. طيب بس انا ما شوي يمكن ما بعرف عندي صوت او لا. عندي صوت؟ الو نسمعك. اوكي تمام. طيب انا بس يعني بنصح اي واحد عم يقول انه الطرح هذا تبع الجينيتك كود هو شيء ممكن فهمه، ممكن انه يحدث في الطبيعه، انه احنا فقط رمزنا هذه الرموز وحطينا هاي الاسماء علشان نفهم كيف الكود بيمشي، واحنا عملنا يعني الستركتشر هذا في مخنا وبعدين. لا الموضوع مش هيك، الموضوع هو كان لغز وهذا اللغز مش عم ينحل، انه كيف الدي ان اي ينتج بروتين، لانه there is no interaction between الدي ان اي والبروتين، ما فيش. فكيف بيتم هذا التعيين، هذا الترميز حرفيا. وبعدها تم فك الشفره الوراثيه عن طريق تجارب كثير، وهاي التجارب فكت هذه الشفره حبه حبه يعني زي ما بيقولوا. بالاخير اكتشفنا انه هذا كود حرفيا، هو كود، هو ليس، هو على حقيقته كود حرفيا. نحن لم نفترض شيء، احنا فقط وضعنا الاسماء، قلنا هذا اسمه A وهذا اسمه T وهذا اسمه C وهذا G، لكن هنالك شيء اسمه، هنالك ادينين يتصرف كمركب ادينين، هناك ثايمين وسيتوسين والى اخره، كلهم هاي مركبات موجوده احنا فقط سميناها. لكن يا جماعه هذه حقيقه علميه، ما حد المفروض ما حد يناقش فيها، يعني هذه حقيقه انه الدي ان اي ات كود فور امينو اسيدز، وهذه معضله البيولوجي. يعني انت لما تروح على نشاه الحياه راح تلاقي انه عندهم هذه المعضله. ليش هاي المعضله؟ يعني ليش عندهم هاي المعضله اذا كان الموضوع فقط كيميائي وبيولوجي؟ عندهم هاي المعضله ليش؟ لانه كود، مجرد ما انت قلت كود خلاص انت دخلت في معضله كبيره، وعشان هيك ببلش يحطوا فرضيات. الفرضيات هاي عم تحاول تلاقي اي انتر اكشن بين الامينو اسيدز والكودونز، لانه مجرد ما لقينا انتر اكشن خلاص بطل الموضوع كودينج، الموضوع صار شغله كيميائيه او فيزيائيه، لها خواص كيميائيه فيزيائيه تحكم انه يحدث بهذا الشكل. غير هيك هو كود، هو حرفيا كود. احنا مش انه ما بنعرف كيف نشا الكود او ما بنعرف انه هناك علاقه او لا، احنا بنعرف انه لا يوجد علاقه، لا يوجد انتراكشن، هاي المشكله العظيمه. فاقرا اكثر في الموضوع راح تلاحظ انه هذا حرفيا كود، اتس ا كود. وهون بدك هون تفسر، لانه هو ليس احد الاحتمالات بالتالي بسبب عدم وجود حتميه فيزيائيه او كيميائيه، هو ليس احتمال من الاحتمالات. وبالتالي هون بدنا نبلش نشوف ما هو التفسير الاقرب للعقل او للعلم. ما اللي هو عزيزي راي، هاخدك لمنطقة الكوزمولوجي ووريك ان في هناك تقارب. يعني ما الذي جعل الجرافيتي تشتغل بهذا الشكل بحيث انها يكون فيها توازن، بحيث ان الكواكب لا تصطدم في بعضها البعض وانها تقع في اوربت، وان الاجسام العملاقة تعمل حاجة اسمها كيرفتشر اوف سبيس تايم او انبعاج سبيس تايم، وهذا يؤدي الى ان الكواكب تدور في اوربت ولا تصطدم فيما بعضها البعض فتنشأ الحياة.
ماذا لو كانت الـ initial conditions أو اللحظة الأولى من انطلاقات هذه القوانين الفيزيائية بتسمح بهذا الشيء عبر التعقد الزمني، عبر الانتروبي العمال يمد يتمدد فيؤدي إلى تعقد في الأشياء، ومنها يأتي الشيء الذي يبدو سحري. يعني الكوزمولوجيست حرفيا لما يرى بينظر إلى السماء ينظر إلى شيء، يعني في أنا ليا صديق أسترونوت في الولايات المتحدة كان يبكو من لا ديني، يبكي من المنظر، منظر غريب يجعل يعني قلبك يعني يقفز من صدرك بسبب شكل الكون وشكل الكبير لهذا الكون. ولكن كل ده مفهوم بشكل طبيعي ولا يحتاج إلى تدخل. لكن طبعا عندك في نفس المنطقة المقابلة للبايوجينيسيس وهي أحد الفجوات اللي كنت أتكلم عنها، الفاين تيونينج، هي نفس المنطقة تقريبا بتاعت البايوجينيسيس اللي خلى الأشياء بهذه الدقة حتى تأتي الحياة أو حتى تنتظم حركة الكواكب بهذا الشكل فتنتج الحياة. هل المادة لها قوانين تسيرها بهذا الشكل؟ وماذا لو كانت؟ احنا عشان كده بنتكلم في الاحتمالات الرهيبة. لو كان المالتيفيرس، وفي ناس هتقول لك الله هو المالتيفيرس ايه علاقته بنشأة الحياة؟ علاقة statistics أرقام. ماذا لو كان هناك مالتيفيرس وأن أعداد الأكوان المسموح بها قريب من الانفينيتي فيأتي بكون زي اللي احنا فيه ده؟ ان الانيشال كونديشنز بتعمل فاين تيونينج فور لايف. كويس انك وضحت عشان كنت هقطعك ولا انت رايح فين بالظبط. اتفضل. عايز تقول حاجه في الحته دي لانها بتاعتك؟ لا هم المفروض لا خلاص انت وضحت. هم المفروض ان هم كوزالي ديسكونكتد، فكنت فاكرك رايح في حته ان ما دام العدد لا نهائي فاحتماليه حدوث حياه من عدد لا نهائي ده ممكنه، لكن ده لما رحت على الانيشال كونديشنز والانيشال كونديشن ممكن واحد منها يطلع فيه حياه صحيح. مش مظبوط يعني. اتفضل. مش مظبوط. كنت فاكرك رايح بعيد. لا انا بقول يعني انها لو نسبه الاحتمالات تزيد اذا كان هناك هذا العدد الكبير جدا من الاكوان المتاحه، وحتى في الكوانتم ميكانكس بتتيح، ولو كان فعلا في انفينيت يونيفرسز، مش الكون بتاعنا اللي هو موجود ده مش بس معقول، هيكون inevitable يعني لازم يكون موجود ده بهذا الشكل الرقم. بس في الآخر هقول أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بعض احتمالات طبيعية. ما هو العالم لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا أنه هو عندما يحتمل أو يضع الهايبوثيسيس. أنت كنت يا ري بتتكلم على ان هذه العلماء بيحاولوا يعملوا تخريجات ويقول ما هم مضطرين، هم يستخدموا المنهج العلمي الطبيعي المادي. ما ينفعش عالم يقول يا نهار ابيض الموضوع ده معقد جدا مش عارف اجاوب عليه، يبقى اكيد فيه اصابع كفيه. ما فيش، ما بيقدروش. هو لو راح في الحته دي خلينا نتفق ان راح في الحته دي مش هيبقى عالم، يعني لو راح في الجزئيه دي، لانه هو مسلم ابتداء ما دام قبل يشتغل في العلم ان في واقع خارجي مرصود والواقع ده مادي بيتعامل معاه، هو جزء من تسليمه يعني. لكن الجزئيه اللي بنأكد عليها كل شويه حتى الكلام ده لا ينفي ولا يثبت شيء خارجي، ما نعرفش يعني خارج منظومتنا. لو بتسال في العلم، لو بتكلم في العلم هقول لك ما نعرفش، لا هو دليل على وجود ولا عدم وجود، ما فيش. الجزئيه دي منفصله عن العلم تماما. اتفق. بس في بقى ما ده الكلام، واحنا والناس مش محايده، احنا ما تولدناش عشان نكون محايدين، وان تكون على الحياد هو شيء اصلا صعب جدا ومستحيل. كلنا محفزين بانحيازات، والانحيازات دي تبقي على الحياة. منحاز لاهلك ومنحاز لامك، بتشوفها احلى ست في الدنيا، والبلدك وشايف مصر هي بدأ التاريخ مع مصر، ولا من السودان بتشوف السودان هي ام الحضارات، وهي كده المجموعات الانسانية حتى تبقى على الحياة في مجموعة انحيازات بتجعلها تبقى على الحياة. فإذا كانت هناك مجموعة
تحب فكرة أن إحنا ليس مش لوحدنا في هذا الكون، وأن هناك أب وراعي وحامي لهذا الكون، والولدان بتاعهم متجه إلى هذه المنطقة، فلما يذهبوا إلى منطقة عدم المعرفة تلقائيا ووجدانيا يذهبوا إلى إذن هناك إله. والناس اللي زي حالات اللي هم فكرهم مادي ولا يعتقدوا في آلهة، هتلاقيني منحاز للأسف الشديد، وأنا أنا أنا هعترف وهكون صريح مع نفسي، هكون منحاز قليلا إلى المنهج الطبيعي اللي هو كان دائما وأبدا يفسر كل الأسئلة اللي طرحت في السابق. فأنا بعمل انفرنس، بقول كلما سئل سؤال تجاوب عليه بالطريقة الطبيعية. أنا أدعي أن لو أتى، طبعا ما تنسوش أن الإبار جينيسيس، وهنا دي النقطة، أنه علم فقط عمره حوالي 50 سنة أو 60 سنة، وفقط في آخر 20 سنة بدأ فعلا البحث به، فالموضوع لسه جديد. فإن يقول أنا there is no answer yet، ولكن ماذا؟ طبعا هنمشي الدور، احنا آسفين جدا، حالا يا أستاذ مري هنمشي الدور حالا. ماذا لو كان، ماذا لو تجاوب على هذا السؤال بعد 100 سنة والإجابة كانت طبيعية؟ أعتقد أن برضو هذا، شوف بقى أنا هو لا ديني بقول لك هذا برضو لا ينفي الإله، هيضع احتمالات الإله، وجود الله أقل، ولكن أيضا لا ينفي الإله. هتجد المجموعة الإنسانية كما وجدت في السابق الطريقة اللي هم هيقول لك التطور موجود وهكذا أراد الإله أن 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 تكون هناك diversity في البيولوجي عادي جدا وبدون أي مشاكل. ده بيقول لك ياه شوف حكمة هذا الإله، حط الـ initial conditions وساب العالم يتطور تلقائيا بذلك. يا عم انا وغيري انا وغيري كتير شاريين الموضوع زي ما هو كده، يعني ما يعني في ناس بتختلف معانا، بس انا وغيري كتير شاريين الليله زي ما هي، ما عندناش مشكله. في ناس كتير حتى على مستوى علمي مختلف بينظروا للموضوع من ناحيه دينيه، ولكن دي نقطه نرجع لها تاني. بس انا فاهم وجهه نظرك، ان لا في دليل علمي هيطلع يقول لك ما فيش اله، ولا في دليل علمي هيطلع يقول لك لا والله في اله. يعني النقطه دي اعتقد محسومه بما فيه الكفايه، مش عارف. وبعدين انا هبطل احضر روماتك انت وحسن عيسى على فكره، عشان النقاش على البانل بيبقى في حته والشات في حته ثانيه خالص، وادي ثاني خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ده في كل مكان يا ابو نسيم، في كل مكان للاسف. الناس يعني ارجو انها تتفاعل مع الكلام وتبتعد بس عن الخناقات الشخصيه والكلام ده. طيب متشكر جدا ليك يا ريح، هناخد بس نقدم الدور شويه وخليك معانا عزيزي، اكيد هنتكلم معاك مره ثانيه. هناخد بس احد المتكلمين ونطلع للصديق ماهر اللي هو انضم للمودريتور، وناخد الدكتور بيتري. تفضل عزيزي. صباح الخير. صباح النور. تمام استاذ، يعني تعتقد انه الخليه الاولى اتت طبيعيه، يعني امر طبيعي جدا، يعني بدون تدخل إله وهكذا أمر، يعني أنت بناء على إيمانك المستقبل. لا لا، ليس عندي إيمان، أنا 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 عندي اعتقادات وعندي ترجيحات. أنا أرجح أن عندما نصل إلى، طبعا هذا الأمر غير محسوم ولا نعرف حاليا، ولكن أنا أرجح أن وجد أو فهم السبب سوف يكون طبيعي. أقصد أنت، عشان أقول لك أنت مسلم بحدوث هذا لكن ما تعرف الكيف، صح؟ لا لا، أنا لو أسلم بأي أشياء عزيزي، لا أسلم بأي، يعني هسه أنت شوف، إحنا لو وصلنا قبل التطور، يعني أكيد من الخلية الأولى، أنت حسب شلون أقول لك فرضية تطورية أنه هنالك خلية أولى، يعني صح؟ مو هذا موجودة؟ لكن أنت تعتقد أنه الأصل هو طبيعي، يعني بناء على إيمانك أنه لا يوجد هنالك خالق، يعني ومذهب المادي مالتك لا يوجد، تعتقد أنه الأمر حدث. مرة تانية عزيزي، أنا لا أستخدم هذه الكلمات، أنا لا كلمة الإيمان ليست في قاموسي عزيزي، أنا لا أعتقد في أشياء بدون دليل على الإطلاق. أعمل حاجة اسمها belief suspension، يعني أرفع أو أؤجل القرار حتى تأتيني المعلومات، وأقول أنا لا أعرف. يعني انت عندك 50-50، 50-50، ممكن حدوث هذا الشيء ممكن عدم حدوثه، صح؟ هنا بقى مش، هنا بقى مش 50-50، زي ما قلت لسه من شوية، أنا عندي منهج طبيعي، هذا المنهج الطبيعي يعمل، وكلما بحثنا عن الأشياء وجدنا أن الأمر طبيعي. فأنا مش أجنوستيك،
كلمه الاجنوستيسيزم مش لازم تكون 50-50. ممكن تكون هناك، انا ارجح اكثر المبدا الطبيعي. انا اعتقد ان فوق 90% اذا عرفنا سبب نشاه الخليه الاولى او كيف، لكان السبب طبيعي. يعني انت مثل حال المؤمن او مثل حالنا احنا كخلقين، نعتقد هنالك اله، لكن من نهايه بدايه الكون ما نعرف، لكن اكيد اكو اله. انا لا اتدخل، لا انا اختلف كثيرا. هل انت تعتقد في الاله بنسبه 90%؟ انا 100%، لكن انا اعتقد ما هو ده الفرق عزيزي. انا العشر يعني تتطور 99% صح والباقي 1% غلط. انا قلت 90%. شوف الفرق يا عزيزي، انت وصلت مرحله اليقين، انا 10% اتركها عشان لا اكون دجمائي. حتى ان اتت اشياء تثبت لي خطئي لا اصعق. شوف الفرق الكبير ما بين ال 100% وال 90%. حتى ال 99% هي احسن بكثير من ال 100%. يعني هسه انت كشخص تقول لي 99 حتى لا احد يقول عليك دوغمائي، لكن انت بالواقع تعتقد 100% وحدث صح؟ لا، انا لا اهتم باراء الاخرين عن نفسي. أنا افعل هذا الامر مع نفسي حتى انا لا اقع في المشكله اللي انا حاولت ان اخرج منها، وهو اليقين يعني في اشياء لا استطيع ان اتاكد منها. شوف، يعني انت 90% انه الامر حدث، شلون اقول لك، بدون تدخل من شيء خارق للطبيعه صح؟ 90% عندك، 10% ممكن خارق للطبيعه. نعم عزيزي، لان انا لا افصل، انا في الورلد فيو بتاعتي، انا ادخل الابايوجينيسيس، ادخل الكوزمولوجي، ادخل معضله الشر، ادخل الامر الالهي، ادخل الكتب المقدسه وقراءتها وتحليلتها. كل هذه الاشياء تصب في منطقه ماذا، ما هو رؤيتي للعالم. انا ارى العالم بشكل مادي طبيعي، فده الورلد فيو بتاعي، فانا متسق مع هذه النظريه. فيعني ملزم. بس وضح هاني، وفي حته واقع منك هاني، بيقول ببساطه ان هو لا، هي هاني مصلحني معلش، بس هي 100% ماديه، بمعنى هي ماده تؤثر في ماده، ولكن اي ماده باي ميكانيزم. يعني هاني لما بيقول انا سايب، لو انا فهمتك صح، يعني لو انا سايب 10%، يعني النظريه او الفرضيه القائمه حاليا ممكن تتغير بكره او بعده او يظهر افضل منها وهكذا، فهنا في مساحه للحركه. اللي انا هبقى في 100% زي هاني، ان انا مش هشوف وانا واقف في المعمل، مش هشوف ان في حاجه غير ماديه هتاثر في شيء مادي. الشيء ده انا رافضه بكل ما تحمل كلمه رافضه من معنى، مش على المستوى الديني ولا الاعتقادي، ولكن على المستوى العلمي. فهاني مش عارف انت فهمني في الجزئيه دي، لان كلمه 90% مش معناها يعني ان في حاجه لا ماديه هتاثر بكره في الماديه. يعني لو انا اكتشف ده، كلمه 90% هنا بمعنى انا المشاهد الخارجي لكل هذه الاشياء، انما الشخص اللي بيعمل في المنطقه العلميه لا يستطيع إلا أن يدخل بنسبة 100% يتعامل مع العامل المادي لطبيعة الأشياء، ما عندوش مجال غير كده. إذا قام بشيء آخر أصبح الشخص للأسف لا يقوم بالمنهجية العلمية. بس أنا بتكلم، لما تكلمت 90% كمشاهد لكل الأحداث، الفلسفة والتاريخ والنقد الديني والعلوم، بتكلم الشخص الانديفيجوال بتاعي. يعني أنا كهاني سليم، بعيدا عن كل بقى الألقاب وكل، أنا كإنسان ماذا المنطقة اللي أذهب إليها يعني أكثر. ممكن أن يكون هناك إله في آخر كل هذا الأمر وأنا أكون على خطأ، عشان كده أنا agnostic atheist. يعني أنا بقول أن الأشياء اللي بتقدم حاليا غير مقنعة بالنسبة لي. ممكن يقدم لي شيء بكرة وهذا شيء يقنعني وأغير رأيي، مفيش أي مشكلة. يعني أنا اللي فهمت إنه إذا كنت أنت عالم تمام، راح تلتزم بالمذهب المادي، ستكون متيقن كحال الخلقي 100% الأمر طبيعي، لكن كأنت كشخص خارج المنظومة هذه أو مجرد شلون أقول لك تحب العلم والمادة هذا، لكن أنت ستطلع 90% إنه الأمر حدث طبيعي، ويبقى إنه 10% ما تعرف، لا تقدر ترجح. صح، هذا فهمت انت؟ يعني اعطيك مثال، في علماء كثيرين متدينين يعتقدوا في الاله بتاعهم المسيحي او المسلم او كل هذه الاشياء، ولكن لما بيدخلوا المعمل يتوقفوا عن التفكير بهذه الطريقه ويقيموا الطريقه العلميه. وفي ناس بتفشل، في ناس للاسف بتتمنى
أن في نهاية الأمر أن يكون الإله بتاعهم هو في نهاية البحث، وعادة بيكون للأسف لا يقدموا الكثير للعلوم. إسحاق نيوتن لما كان يتكلم في ميكانيكا حركة الأجسام وهذه الأشياء، لم تسمع كلامه عن الترينيتي أو عن الإله المثلث يعني. ولكن الناس ما تعرفوش أن أكثر من 90% من كتابات إسحاق نيوتن كانت عن الكتابات اللاهوتية، وقلما ما تكلم في العلم. فتخيل لو كان هذا الشخص يعني ركز أكثر في العلم، لأنه في خلال 18 شهر فقط قام بإعطاء الإنسانية أشياء تحتاج الإنسانية مئات السنوات ولمئات العلماء في 18 شهر، كالكولوس وجرافيتي وحاجات كبيرة والحركة يعني الموضوع مفتوح. يعني بص يا دكتور، يعني في نهاية الأمر المنطقة الإيمانية متروكة للناس في حرية. أعتقد دلوقتي المنطقة الفاصلة هي حاجتين ما بيننا وما بين الأشخاص المتدينين: السلوك الإنساني وتداعيات هذا الإيمان، لأن ومن الإيمان ما قتل، ودي مشكلة كبيرة، أو ما قطع، أو ما ضيق على الإنسان عشته وخلاها ضنك، أو البعد الثاني ومن الإيمان ما جهل، يعني بسبب الإيمان يجعل الشخص يقول أن الأرض مسطحة أو أن التطور لا يحدث. كل هذه الأشياء دي برضو مضرة للإنسانية. فدي المنطقتين اللي أنا بهاجمهم حاليا: الجهل في العلوم، والسلوك المنحرف العنيف اللي بيخلي الشخص المعتقد أو غير معتقد إنه يؤذي إنسان آخر بسبب اعتقاده أو عدم اعتقاده. It goes both ways. يعني أعتقد إن أحسن من كده الواحد ما يقدرش يقوله. بقول لك اهو ان في يعني اذا اتت مجموعه جماعه مسلمين الايجور التعدي عليهم خطا انساني، خطا مش صح، والكلام واضح اهو، اي تعدي على مجموعه سواء معتقده او غير معتقد على مجموعه اخرى بسبب الاعتقاد ده خطا. وناخد يعني تعالى يعني ممكن ادخل بقى هناخد الأستاذ ماهر ورأيه في هذا الموضوع وننتقل ونمشي الدور. في ليك أي كلمة أخرى يا دكتور بيطري قبل أن ننتقل لماهر الناس؟ عندي سؤال، عندي طيب كثير. طيب قول 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 حاجة كده في دقيقة وهناخد الصديق ماهر ونرجع لك مرة ثانية. تمام. أنا اللي أعرف أنه ما لا فرق بين شلون أقول لك الخلقي والآخر الطبيعي، يعني كلاهما يمشون بمسلمة يعني غير قابلة للإثبات، إنه أنا كخلقي أسلم ذلك إله وتدخل بهذا الكون. الآخر العلمي أو المادي يسلم بمسلمة أيضا، إنه يجب أن يكون الأمر طبيعي جدا كي يفسر تفسيرات، وملزم بهذه التفسيرات أن يكون طبيعي جدا. فهذه دخلنا مرحلة حروب الإيمان، أنت تعتقد وأنا أعتقد، وياه يفرض الفلسفة على الآخرين. طبعا اشكال مع التطور او الاشكال الخلقيين بشكل عام مع التطور هو بسبب شلون اقول لك الالزامات او الامور المتعلقه بها. مثلا اذا انا اعتقدت انه التطور مادي بحت وهو الواقع، سيصبح لدينا انه لا يوجد هنالك اله، لا يوجد هنالك اديان، لا يوجد هنالك شلون اقول لك خلق، لا تصميم، لا غايه، لا هدف، لا جنه، لا نار. لذلك يكون هذا التطور هو من ناحية الأديان شلون أقول لك يعتبر السرطان. يعني إذا اعتنقوا هؤلاء الشباب، اللي شباب هؤلاء مرور بعد 100 سنة وخمسين سنة سيصبح أنه الكل ملحدين. هذه شلون أقول لك هذه المنطقة سبب أنه عدم قبول التطور، لأن تعتبر أنه فرضية الحادية ببساطة. إذا أنت تلغي الإله الذي يعتقد بوجوده، ثانية واحدة، هل بتقول أن التطور فرضية؟ بالنسبه لنا كخلقيين نعتقد هنالك اله، تمام، نعتقد طيب انه الطرف الاخر. ما هي دي المشكله عزيزي، ما هي دي خلينا نكمل الفكره، خلينا نكمل. بس انا هقول لك بس المشكله واجاوب وانت تتكلم. هي دي المشكله عزيزي، تمام. المجموعه اللي بتقول ان التطور فرضيه هي مجموعه
مش عايز اكون خارج او ازعل الناس، ولكنها مش عايز اقول فاشله في العلم، ولكنها يعني متراجعه جدا في المنطقه العلميه. المنطقه اللي بتستخدم التطور، لان العلوم الحقيقيه تستخدم وتنتج تقنيات. التطور له تداعيات، واعتقاد انه علم سليم وهو في المنطقه الغربيه يدرس كعلم، لا، البيولوجي باكمله، ماده الاحياء لا تفهم الا من خلال التطور، ويبنى على هذه التقنيات من اول الانتيبيوتيك لغايه حاجه تسمى الجينيتيك ثيرابي. المنطقه الغربيه دلوقتي بتقوم بعمليه بحيث ان انت لما تروح لطبيب، بدل ما يكتب لك على روشته علاج عام للناس اللي عندهم هذه الحاله المرضيه فتكتب لهذا الشخص مع مجموعه اخرى، هياتي في لحظه ان انت يعمل لك الجينوم بتاعك الانساني، ويعرف بالضبط تركيبه الدواء بالاكتيف انجريدينتس اللي داخل هذا الدواء، حتى تكون لك انت يعني دواء عموله وعلاج عموله على تركيب الجينوم بتاعك انت. هذا الكلام لا يمكن ان يحدث الا بفهم الايفولوشن. ومعناتها ان لو هذا الامر حدث، وهو حدث حاليا، ان متوسط عمر الانسان في المنطقه الغربيه يزيد عن المنطقه بتاعتنا بحوالي 20 سنه، واذا فعل هذا الامر واصبح كوميرشالايز، نتكلم عن عالم يصبح فيه ممكن متوسط عمر الانسان ل 90 و100 سنه، وانت تقول يا راجل كبير. مين راجل كبير؟ الراجل الكبير ده اللي عنده 50 سنه، 50 سنه راجل كبير، ده في المنطقه العربيه بتاعتنا. عندنا في استراليا 50 سنه ده، انا عندي 51 سنه، وبجري حوالي 20 كيلومتر في كل يومين ثلاثه، وبلعب كره قدم في دوري صالات مغطاه ودوري مفتوح في الويك اند. طبعا في ناس يعني 70 80 سنه تلاقيه بيجري في البارك الصبح عندنا في استراليا، يعني لسه في ربيع عمره، ممكن يعمل ديتنج كمان، يدور على بنت الحلال. يا عم الحاجه دي خاتيني وضهري وجعني، وقت المطبخ من الصبح وجعش قلبنا بقى الله يدي. تمام، اكمل الدقيقتين بعدين نخلط تفضل. تمام، شوف، سبب كون هذه نعتقد نحن كأشخاص فرضية، ليش؟ لأنه تختلف تمام عن المنهجية التي نتبعها نحن. احنا الآن سبق وقلت لك أنه نعتقد أنه أنا كفلسفتان، فلسفة طبيعية، فلسفة الخلقية، أكيد كل شخص سينظر إلى الفرضية المقابلة له، وهي عبارة عن فرضية. يعني مثلا أنا لو اعتقدت أن هنالك شلون أقول لك، الفلسفة الخلقية، هنالك خالق وهذا الخالق هو تدخل في كائنات الحية، تمام؟ أكيد أنا سأرى الطرف الآخر أو الملحد سيعطي فرضية مادية يعني بدون تدخل إله. أيضا أنت كشخص تعتقد أن التطور أو بالمذهب الطبيعي إذا وجد هناك إله، راح عندك أنه التطور هو حقيقة أصلا، ليس والآخر الخلقي سيقدم فرضية، يعني أنه سيقدم فرضية أنه كيف كانت الحية أتت بواسطة الخالق، عرفت؟ فهو الامر نسبي، يعني انت بتقول لي لا، وكيف مش تقول مش نسبي عزيزي، لاني استطيع ان اقدم ادله ماديه. الايفولوشن تقدم ادله ماديه، عشان كده هو يسمى. لا، ناقش الادله. ما لا، ناقشنا الادله مئات المرات وقدمنا على اعتراضاتي. مو انت شوف الأدلة اللي أنت عندك، ممكن لو حتى جزء أدلة شلون أقول جدا ضئيلة، لكن أنت عندك هي جدا قوية. ليش؟ لأن أنت تعتقد أنه الأمر طبيعي، فهذا الدليل الصحيح. لو تركناه ملايين السنين سيحدث تغير كبير، يعني هذا أيضا دخل الإيمان. مش في ثانية، أنت هنا مش مستوعب معنى كلمة نظرية، يعني لما تقول إن بس يبقى أنت قلت إزاي أنت تطور فرضية؟ يعني إيه تعريفك للفرضية هنا؟ يعني قلت فرضيه من ناحيه الطرف الاخر، مثل ما اشوف عندنا ديانتين، يعني المسيحيه والاسلام، كل واحد يعتقد انه الاخر لا بعيد بعيد عن الدين. كذلك بنتكلم في العلم يعني. ثانيه دكتور، عشان واضحين مع بعض، فرضيه ونظريه ده مفهوم علمي يكون له علاقه بفلسفه العلوم. الفرضيه لها شروط والنظريه لها شروط، مش فكره وجهه نظر. يعني ما انا فاهم ان بالنسبه لشخص معين
التطور والله وجهة نظر بالنسبة له يعني. لكن ده مش بالنسبة للعلم، احنا بنتكلم من وجهة نظر علمية. من وجهة نظر علمية الموضوع مختلف يعني، الموضوع خلصان. النظرية اسمها نظرية التطور، ليها قواعد، ليها قواعد واقفة عليها، ليها أمثلة. ممكن والله حابين تناقش الموضوع بشكل علمي ده موضوع آخر، ولكن اللي بيحاول ولكن عشان يبقى واضحين إن من خلال المنهجية العلمية هي نظرية، ده اللي احنا على الأقل للمجتمع العلمي مستقر عليه. كون إن حد عنده وجهة نظر مختلفة فدي تخصه، وما تخصش المنهجية العلمية في حاجة. إيه هو من مفترض، أنا دا أقول لك أكيد هو المجتمع العلمي عنده فرضية للثانية المخالفة للخلق، أكيد عنده الأمر حقيقي وواقع وأمر لا شك. ولا حتى فرضية، ولا حتى ينفع يقول عليها فرضية. اللي يقول عليها فرضية هنا يأخذ على دماغه، ملهاش، مفيش. إيه؟ لا تموت للفرضيات بصلة يا صديقي. بس إحنا طولنا على الأستاذ ماهر يعني، يعني لو يا ريت لو اي والله يعني في المره يا عزيزات شلو شلونكم شخباركم وماني بعد سلمت مشى البقار شخباركم. بالمناسبه انا اول مره يعني اصعد وياكم هنا، وشكرا على الطرح الجميل. بس اكو مشكله يعني انتم ما اخذين بالكم منها. العلم فسر عن طريق الاديان، اي العلم يعني هو العلم أي شيء معلوم. يعني مثلا هنالك كلب أسود وراء روبي في الصورة، فمن المعلوم والعلم أن هناك كلب أسود في الصورة لأنه معلوم. والإيمان يختلف اختلافا جذريا عن العلم، ولا يلتقيان إطلاقا، لأن الإيمان هو الاستتار والغيب وما أهل للغيب، يعني مو ما أهل للحقيقة. يعني الأديولوجية تختلف إطلاقا بين الاثنين. فهذا السؤال يعرق الناس وهو جدا بسيط واضح، لأن ذكر العلم بالقرآن كشأن أي الأشياء الأخرى. وقال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أطلعكم من عليه إلا على القليل، فإنه لا يحيط بشيء من علمه شيء إلا بأمره. يعني العلم اللي أنتم الآن فيه وما أوتيتم من العلم، ذكر العلم أي إنه معلوم. يعني من نجي نتناقش نقاشات كبار، هاي نقاشات كبار، لازم نفهم اللغة ما هو العلم وما هو الإيمان، لأنهم هؤلاء نقيضان لا يلتقيان. والعلم شخص مشخص معلوم، وأكثر شيء أنا أعطيتك إياه دليل عليه هو صورة روبي. روبي أنا عندي بيري نفس الشيء، هم كلب أسود أحبه، سميته بلاك بيري، أحبه يعني هذا أحلى شيء بحياتي، أحلى شيء بحياتي. فيعني هو الإنسان يجب أن يتخبط هناك وهنا حتى يصل إلى الحقيقة المطلقة. وهناك عمر، يعني سبحان الله، عمر منتصف عمر 30 و40 و50 تجد أن هناك يد خفية مختفية ترعاك وترد لك الطيب بالطيب وترد لك الشر بالشر. هذا قانون لا نقدر أن نتحرر منه بهذه السهولة، لأننا لا نعلم ما وراء هذه الحياة وما هو الهدف منها. لأننا لا نعلم، أنا دا أرجع على اللغة العربية، لأن القرآن أنزل عربيا لعلكم تعقلون أو تفهمون. يعني لأن هو اللغة الإيمان تختلف إطلاقا عن العلم إطلاقا. وذكر العلم أيضا يعني ذكر العلم قليل، يعني كثير ذكر في القرآن وفي الكتب السماوية أيضا. أنا قرأت الزبور، كتاب قديم جدا يشبه القرآن، يعني شيء غريب جدا. عندي نسخة مترجمة ونادرة لهذا الكتاب، سعقت كلام جميل جميل جدا جميل، يعني جميل. الزبور كتاب جميل، والقرآن أجمل، والكتب جميعا جميلة عن اللي قرأتها. والعقاب هو حق، القصاص والعقاب هو حق،
لردع الظلمة، لردع الظالمين. القصاص الموجود الذي يزعج الناس في الكتب السماوية اللي قرأتها أنا، قرأت التوراة وقرأت الإنجيل وقرأت الزبور، جميل جدا كتاب الزبور، أنصحكم تقروه يعني جميل جدا، والقرآن أيضا. بس هناك قصاص يعني لا يعجب الناس، مبالغ به، لأن لا كانت هناك مفاهيم لحقوق الإنسان، ولا هناك أمم متحدة، وكان العالم غارق بالظلمات. نحن الآن وأنت الآن في أجود وقت تعيشه البشرية، تشرب أفضل ماء وتفتح الكهرباء جدا سهلة ومتوفرة في جميع المنازل والإنارة. يعني أنت الآن تعيش في أفضل عصر الله خلاه للبشرية. كن شاكرا وحامدا لا يدخلك بهذا الملف الدودي ويطلعك على العصور الوسطى وقول لهم ماني ملحد وراح يعني يقومون وياك بالواجب. هناك حرية رأي الآن، هناك الحمد لله على كل حال وشكرا. ومع العلم يعني يا ريت لو اسم الكلب يجنن. شكرا. شكرا لحضرتك، تفضل هاني. شكرا جدا للمتحدث نادي، متشكر جدا. طب نروح للاستاذ ماهر، تفضل يا استاذ ماهر. طب يا جماعه صباح الخير او مساء الخير عليكم كلكم، ازيك يا هاني، نسيم، روبي. انا ما كانش عندي مداخله كبيره، انا كنت بس اعقب على حكايه الفرق بين اليقين والاحتمال وممكن يحصل او لا او كده. بس قبل ما اتكلم، قبل ما انسى، كنت عايز اسال دكتور نسيم، لاني بحب اساله في الحاجات الفيزيائيه اللي ما بلاقيهاش على اليوتيوب. هل في يعني، انا فاهم ان اول ما ابتدى الكون السنجولاريتي كانت تحتوي القوى الاربعه، فهل في احتمال، اذا كان ده صح يعني، هل في احتمال ان تكون هذه القوى الاربعه ما كانتش موجوده او من الازل او من اول ما ابتدى الكون، وحصلت كانبثاق نيو بروبرتيز اللي هي تكونت عشوائيا برضو بتفاعلات معينه، وهي اللي سببت القوى الاربعه دي اللي هي متحكمه في كل حاجه؟ ده سؤال الاول للدكتور. بس حكايه المعرفه، انا بشوف، عايز اقول لكم انا بفكر ازاي يعني، ويمكن انتوا تساعدوني اذا كان تفكيري ده طريقه صح، منهج كويس ولا لا. انا بحط كل الستيتمنتس اللي يعني بتقول حقيقه او بتقول يعني جمله معينه بتفيد بمعلومه، يا اما تكون صح يا غلط، يا احتمال انها اصلا مش مطروحه او المفروض ما تبقاش مطروحه. اللي بيخليني اختار ايه اللي اكمل في التفكير فيه وايه اللي اسيبه خالص، طبعا لو بس خليت اللي هو اللي فيه احتمال انه يبقى صح هو ده اللي خليها، يبقى كتير قوي. ففي درجات بقى، بالتالي الناس كلها زي او بتوقع انهم زي، في حاجات بتبقى حسب الادله اللي عليها وحسب المعقوليه او الراشوناليتي بتاعتها، او هاو از راشن ايديا ولا لا. ف حسب الترتيب ده، ما اعرفش ازاي انا بحط في مخي دي حاجات صعب ان الواحد حتى يحتمل حقيقتها فبلغيها، وبعد كده بعتمد على المنهج وانا بحلل كل الفكره اللي انا عايز افكر فيها، بستخدم يعني طريقه
المنطق الصارم يعني، انما لان اول حاجه الواحد ممكن يستخدمها ويتاكد انها هتوصله للنتيجه الصح. انا بشوف يا نمره واحد المنطق، وبعدين الرياضيات عموما يعني، وبعد كده العلم كدرجه اقل شويه صغيره، وبعد كده بقى يعني العقلانيه او الراشن لما تشوف حاجه، ودي ده اغلبها الحاجات دي بتحصل بالمنطق الاستقرائي حتى من غير ما بنحس. ف بناء على هذا ببص للافكار اللي هي ممكن الواحد ما يفكرش فيها، واحاول اشوف اذا كانت بتبقى واضح قبل حتى ما تبدا انك ممكن تطلع تناقض او نتيجه بارادوكس في هذه الايديا لو هي صح، فدي بتتلغي خالص. انا بشوفها، في ناس كتير بتقول ده برضو احتمال، انا بشوفها لاني متاكد او ده اللي عايش عليه ان المنطق لا يمكن يكون غلط، مش المنطق الاكسيومز، انا بقول على المنهج المنطقي. الاكسيومز احنا بنفترض انهم صح لان ما نقدرش نثبت صحتهم، وبس حاسين او شايفين كل الناس شايفه انها لا يمكن تكون غلط. فبناء على هذا لو النتيجه الستيتمنت اللي انا شايف انها يعني صعب جدا انها تكون صح، حطيتها كمعطيات، المنطق عباره عن بتقول انا مفروض اذا افترضنا هذا فهل فايه اللي بعديه، يعني اذا افترضنا ذات ذن ذات او كذا. فزي الكمبيوتر لانجويج، انا يعني كل يوم بشوف التقارب فحتى في تقدم الافكار مع الكمبيوتر الاقي فيه يعني توازي كبير جدا. فالمهم لو وصلتني لهذه لو وصلت النتيجة ان دي لازم تبقى فيها معضلة او تناقض بين النتيجة والصفة او الافتراض اللي محطوط، لا يمكن اقدر افكر فيها. فعشان كده انا يمكن طولت شوية بس هحاول اسرع. انا لا قريت لا القرآن ولا الانجيل ولا التوراة، ولا اعتقد انه وقتي يستحق اني اضيعه بهذه الطريقة، الا اذا كنت غاوي يعني اسمع روايات والناس كانت بتفكر ازاي، لان الروايات بتعبر عن طريقة التفكير والحياة في هذا الوقت يعني. ده just an interest بس عشان اطلع منها معلومات وحقائق، وايه اللي يثبت ان ده صح وايه غلط. ما فيش داعي الواحد لما بيوصل لحاجة ان ده يمكن تكون صح، ليه أدور على الصفات بتاعتها وأحاول أفندها؟ It's too يعني حاجة مش زيادة عن اللزوم anyway. فده بس اللي كنت عايز أقوله وطولت عليكم معلش يعني. ودكتور نسيم لو فاكر السؤال، وروبي معاكم المايك. شكرا. لا فاكر. تفضل دكتور نسيم. طيب بداية أنا أسمعي إحنا بنقول إن السنجلاريتي ما هياش مكان كانت فيه أي شيء، هي حالة، هي الستيت اللي كان فيها الكون المنظور في الوقت ده، حتى بنتكلمش عن كل الكون. القوى الأربعة لا، إحنا بنقدر نتكلم عن القوى على فكرة كلمة قوة حد ذاتها في منطقة بنسميها الجراند يونيفايد تايم أو الجراند يونيفايد إيبك، المرحلة دي من عمر الكون اللي كانت القوى الأربعة فيها موجودة في شكل قوة واحدة. لحد النهاردة احنا ما قدرناش نوحد غير الثلاثة من القوى الأربعة دول بس. ثلاثة يعني يمكن استنى، كهربية مغناطيسية خلاص صعبة 12 بالليل. الكهرومغناطيسية واحدة، الإلكترو ويك، الكهرومغناطيسية مع القوى الضعيفة. محتاجين نضم عليهم سترونج كده يبقى عندنا أربع قوى مع بعض، ويبقى لسه لنا الجرافيتي. فالمرحله دي من عمر الكون كل القوى الخمسه دي لو اعتبرنا الالكترومغناطيسيه قوه واحده، في بقى القوى الاربعه مع بعض في
في حالة واحدة. الفكرة هنا ان القوة عشان تكون موجودة لازم الجسيمات اللي هتعمل بينها هذه القوة هتتنقل تكون موجودة. فالقوة مش هينفع تكون موجودة قبل الجسيمات دي. القوة هنا هي تعبير عن التفاعل اللي هيحصل. فدي دي الفكرة. فاحنا بنقول ان القوة دي ما كانتش موجودة. اللي كان موجود نتكلم فيه طول الوقت هي فكرة المجالات الكمومية. المجالات الكمومية هي اللي بتنتج بقى الجسيمات بعد كده. فدي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها, مش القوة كقوة يعني في حد ذاتها. مجالات الكمومية مرتبطة بوجود السبيس تايم, هي معرفة على السبيس تايم. فمادام في سبيس تايم في مجالات كمومية, مفيش سبيس تايم مفيش مجالات كمومية. فإذا افترضنا ان النقطة دي كان فيها زمكان, في الحالة دي ممكن يكون فيها عادي مجالات كمومية, مفيش ما يمنع ده على الأقل في الفيزيكس اللي احنا نعرفها يعني. لكن في شروط معينة للتفاعلات بقى هي اللي ممكن تكون محطوطة. يعني التفاعلات مش هتحصل في فاصل زمني أقل من زمن بلانك, فاصل مكاني أقل من زمن بلانك وهكذا. وعشان كده بنوضح للناس ان الحالة دي ما كانتش في مكان صغير قوي 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 يعني. الناس ساعتها لكن كانش فيه تفاعلات. ده لو افترضت ان كل الزمكان كان في نقطة اصغر من طول بلانك, وده كلام على الاقل ما عندناش دليل عليه. فأتمنى أن جاوبت حضرتك يا سمير جدا. انا لو تسمح لي بس يا دكتور سيف برضو اضيف حاجه في الحته دي يا صديقي ماهر, ان القوات الاربعه يعني كان الاعتقاد او الاعتقاد ان هم كانوا متوحدين في حته واحده. عندك الجرافيتي والالكتروماجنتيزم والسترونج نيوكلير فورس والويك نيوكلير فورس, والاعتقاد ان حتى هذه القوات كانت بتتصرف بشكل مختلف في الكون المبكر, حتى مش بنفس الشكل اللي احنا بنراه في هذه اللحظه, لدرجه ان كانت في بعض الاشياء كانت فيها كابلينج يعني لم تكن, حتى بعض الانفصال في بعض القوات كانت مندمجه, زي مثلا الستاندرد موديل بيتكلم على ما يسمى بالالكترو ويك ايبوك او مرحله الالكترو ويك فورس, وهي تقريبا من الذاكره 10 to the power of minus 36 حاجه زي كده, 10 to the power of minus 36 اعتقد هو ده الرقم. كانت في السترونج نيوكلير فورس اللي هي اصبحت فقط داخل النيوكليس, والالكترو ويك فورس وداخلها الالكتروماجنتيك في نفس المنطقة, كلها كانت يونيفايد تحت طاقة عالية جدا بعد البيج بانج دي في منطقة اللي هي 10 to the minus of 10 to the power of minus 36. بس مع تمدد الكون والكولينج داون وبرودة الكون, الالكترو ويك فورس دخلت في منطقة تسمى السيمتري بريكن او انكسار السيمترية. دي خلت القوة القوة النووية العظمى والكبيرة والسترونج القوية والالكترو ويك فورس انهم ينفصل وبقوا مختلفين. وهنا بقى السترونج نيوكلير فورس بقت فقط على المجال بتاعها صغير جدا فقط داخل الاتوميك نيوكلس, والالكترو ويك فورس انفصلت وبقت تكونت الالكترو ماجنتيك فورس قوة الكهرومغناطيسية, والقوة الذرية الضعيفة ذا ويك نيوكلير فورس. الحاجة الوحيدة اللي معندة زي ما قال الدكتور نسيم مش عايزة تلعب مع الكوات هي الجرافيتي. الجرافيتي عليها طبعا في نظريات بتحاول توحدها ومش داخل الستاندرد موديل. وحتى الفهم يعني ماذا كانت تفعل الجرافيتي, هل الجرافيتي كانت مختلفة في دلوقتي؟ يعني الاعتقاد ان الجرافيتي مش فقط كانت بولينج زي ما الناس بتعتقد او جذب, ولكن هي احد الاسباب اللي سببت الانفليشن وتسارع الانفليشن, لانها كمان بتعمل حاجة اسمها اكسبولشن يعني هي اللي بتمد. ثاني برضو حسب ما انا فاهم الستاندرد موديل ما بيوحدش القوات يعني ما بيقولش ما بيديش توحيد
للسترونج مع الالكترو ويك، هو بيفسر وجود الحالات دي مع بعضها، لكن اعتقد مش متاكد من الموضوع راجعه تاني، لكن اعتقد الى الان ما عندناش. لانك لما بتقول القوه دي بتتوحد فيبقى عندك قوه واحده ويبقى عندك جسيم بيحمل نتيجه زي القوه زي الالكترو ويك كده، لما وحدنا الكهرومغناطيسيه مع النواه الضعيفه طلع عندنا الدابيو بوزون والزي بوزون، ودول اللي بيحملوا القوه الالكترو ويك. فما عندناش حاجه زي كده على ما انا فاهم، حسب ما انا فاهم في النموذج المعياري، يعني لما تطلب لهم سترونج فورس، لكن النموذج المعياري بيفسر السترونج فورس. صحيح يفسر، وكمان يعني تعرف كل ده انفرنسز، يعني حتى مش متاكدين بشكل يعني يقيني في هذه المنطقه. بس النموذج العادي شغال لحد 14-0 بعد الفصل، يا مسهل. عندنا نتائج دلوقتي بتكون عكس كده. هو مثل ما انا فهمت ان المشكله بالجرافيتي انها ويك فورس، يعني علشان انت توصلها الى اوكي، هو في الكتروماجنتيك فورس وويك فورس يعطيك الكترو ويك فورس، وبيجمع الالكترو ويك، وهذا يكون عند درجات عاليه ممكن نوصلها، يعني 10 to the 15th Kelvin. بعدين عندك الالكترو ويك فورس مع السترونج فورس ممكن يوصل اللي هو جت فورس GUT فورس اللي هو 10 to the 29 هذا كلفن. هذا شوف على هذا لحد الان، يعني هذا حتى الفاسيلتيز اللي عندنا الهايدرون كولايدر وغيرها ما توصل الى هذه الدرجات. يعني الجرافيتي تحتاج الى ما يعادل بالتقريب 10 to the 32 كلفن حتى توصل الى ما يسمونه السوبر فورس، وهذه صعبة جدا، يمكن عمرنا حتى ما نوصل لها. هذا حسب علمي، يعني حسب ما فهمت من الفور فورسز. ومشكلة الجرافيتي كمان عشان تتحقق بالشكل اللي احنا بنفهمه حاليا، انت تتكلمي على طبعا انت الكيرفتشر سبيس تايم مع وجود طبعا الاجسام الكبيرة عشان نشوفها بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، بس في الايرلي يونيفرس تتكلمي لسه يعني طفل رضيع يعني بداياته. فحتى قالوا يعني حتى الاكسلريشن بتاع الانفليشن، لان في منطقه حصل فيها التوسع بشكل غير مناسب للتوسع العادي، فتم يعني قالوا ان في حصل تسارع في الانفليشن، وان احد الاسباب اللي خلت التسارع ده الريبولسيف فورس بتاعت الجرافيتي، ان الجرافيتي دلوقتي فهمت كمان على اساس انها مش فقط بولينج، لا دي كمان بوشينج، دي بتدفع للامام وتوسع، فدي احد الاماكن يعني. ولسه الموضوع ده يعني دكتور نسيم عايش في كل انت بتتكلموا يا جماعه، ان احنا يعني في البيولوجي الناس بتحاول تعرف حصل ايه من 3.8 مليار سنه، انت بتتكلموا على 13.8 مليار سنه، وكمان ايه الكون كان معتم يعني مش قادر تشوف النور. عشان كده دلوقتي في الديتكتورز بتاعت الجرافيتيشنال ويفز في التجربه او تجارب عموما بتتبني في طور البناء دلوقتي او الداتا كولكشن في القطب الشمالي عشان رصد الجرافيتيشنال ويفز اللي جايه من البيج بانج او من المراحل الاولى من تمدد الكون. تعرف احنا ما بنستقبلش اي شيء في اول 400 الف سنه تقريبا 380، فدي اول مره لو رصدنا شيء اعتقد هيرصده، يعني هيكون اول دليل على هل الفيزياء اللي عندنا كانت شغاله باي شكل من الاشكال في المنطقه دي. ورصدت على فكره، اكيد انت عارف انا لسه كنا بنتكلم مع لورس كراوس على اللايجو ازاي الديتكشن بتاع الجرافيتيشنال ويف. بس ده انت بتتكلم على السكيل واي ديفرنس، يعني اللايجو بتتكلم على تو ماسيف بلاك هول كولايدنج توجذر، ثقبين اسودين عملاقين بيتصادموا، لكن انت بتتكلم على اللي جاي من البيج بانج اتس فيري ويك. طبعا واي واي ويك، فدي ده التشالنج الكبير فيها، مش يعني حاجه تاثيرها هيبقى اقل بكتير جدا. والمرايتين اللي حطوهم على ال شيب دي بيقول لك يعني شعره، مجرد وان اون ذا يعني شعره حركه بسيطه جدا، وعشان الناس تفهم يعني الجرافيتيشنال ويف بتعمل حاجه اسمها تايدل ويفز،
يعني عارفين التسونامي اللي بتحصل في البحار بتحصل في الكوزمولوجي، ولكن وانت تاتي بقى ليك التبعيات بتاعتها وتاتي على تاثير يعني انا لو عايزين نعمل حلقه عن لايجو ونشوف التغير في نصف قطر الارض بالمليمترات يعني. فالموضوع انك ترصد التغير ده في اتجاهين مختلفين برقم قليل جدا، ده البيج تشالنج. دلوقتي بقى بندور على رقم اقل من كده بكتير، اللي جاي من البيج بانج ده اقل من كده بكتير جدا. اتس اول ذا تايم. بس خد بالك احنا يعني في المعجلات الكبيره التكنولوجي بتم تبني شيء على الارض، فالتكنولوجي اتس فيري ادفانسد. احنا لما بنبني معجل احنا بنتكلم على ان احنا بنصادم بروتونات مع بعض. يعني دلوقتي بنتكلم على مصادمه الفوتون اللي طالع من الالكترون مع ذره او نواه ذره او بروتون. فاحنا قادرين نوصل لبريسيجن رهيب، يعني الهاي انرجي فيزكس الناس اللي بتتابع التكنولوجي والاكسبيرمنت بريسيجن، احنا بنتكلم في ارقام فعلا خرافيه. اللي بتسمعوه ده يا جماعه ده كان يعني من عقود من الزمان كانوا بيعتبروا يعني الحاجات دي مستحيله. ان هابل تلسكوب ده فاكروا ان هو يعني لما اتعمل ان ده خلاص، يعني ده احنا بنشوف يعني مثلا مسافات طويله جدا. جيمس ويب انا اعتقد ان هياتي شيء احسن من جيمس ويب في الوقت من الاوقات، وكل ما التولز عماله تتقدم هنكتشف وهنكتشف وهنكتشف. عشان كده موضوع الاباي جينيسيس ده اللي بس بقاله 50 سنه الناس متسربعه يقول لك لسه ما لقوش حاجه، ولسه العمر يعني العلم ده لسه يعني بيحبو يعني زي ما بيقول. وكلما تقدمت العلم مبني على التولز ادوات القياس، وكلما تقدمت ادوات القياس تحسن الرصد وتحسن المعرفه. ففي علاقه كده طرديه لطيفه جدا ما بين التقنيات والعلوم وكيف ترصد الاشياء. يعني فالواحد يعني دايما كان في غرب بتقول الحياه الابديه والناس اللي عايزه تعيش لاعمار طويله، الحاجه الوحيده فقط اللي تخليني عايز اعيش لوقت طويل هو الفضول الشديد اللي هيقتلني الحقيقه، اموت واعرف. وانا بضحكك بس احد الحاجات اللي جت في بالي لما اكون في الجنه ايه اللي ممكن اطلبه، هو فكره ان انا اشتغل في البحث العلمي تاني، ان انا اعيش نفس التجربه بتاعه to find something، يعني to find and know something. يعني ما تقريش ان في شيء اجمل من ده. ما اعرفش اذا كانت ناس كتير ما جربتش النقطه دي، بس ان انت تكون بتجري ورا معلومه وتفهمها وتعرفها بشكل معرفي، ما يتهيأليش ان في سعاده او متعه توازي المتعه دي تحديدا. والله اتفق اتفاق كامل. احساس الانسان اللي هو بيبقى في منطقه عدم معرفه وبيدور وبيقرب وهيقرب ويكتشف السر، ده احساس مش ممكن رائع، واللي بيتعود عليه هيدمنه. يعني الموضوع ده ادمان، ويبدو ان دي المنطقه الاحسن ان الانسانيه تقضي فيها اوقاتها. طيب احنا طولنا على الناس جدا، وطبعا الاصدقاء الاعزاء جدا معانا الفيلسوف المحترم الصديق الاستاذ علاء اللي دايما بحب استمع لكلماته الهاديه. اتفضل يا استاذ علاء. مساء الخير او صباح الخير عليكم جميعا، صديقي هاني وصديقي العزيز نسيم وروبي. ومن غير فلسفه لو سمحت. صباح الخير. مش حاضر انا اسف. طيب انا رح ادخل بصلب الموضوع مباشره. هلا الكلام اللي كنا عم نسمعه هلا او النقاش اللي دار اول شيء بما يتعلق بموضوع الخليه الاولى ونشاه الحياه وبعدين نقلتول على المستوى الكوني كله، هذا نقاش عم بدور على مستوى المجموعات الانسانيه كلها. يعني هاي غرفه تعطيك مثال مصغر، طبعا راقي للاسف النقاشات برا ما بتكون بهالرقي، راقي على النقاشات اللي عم بتصير على مستوى البشريه كلها، على مستوى السبعه او سته مليار بني ادم، لانه في مليار او مليارين خارج اطار التاريخ انا بعتبرهم. فهي النقاشات عم بتدور بيناتهم. هلا النقطه دائما اللي بتكون هي مهاجمه العلوم. هلا العلم معروفة، يعني أظن أغلبكم تعرفوها بس أرجع أعيد هالمعلومة، العلم هو بيجاوب على أسئلة المتعلقة بكيف، يعني بالهاو، ما بيجاوب عن الواي. وهي النقطة اللي الناس ما عم تستوعبها، العلم وظيفته بيجاوب على الأسئلة المتعلقة بالظواهر الطبيعية، يعني من خلال استخدام الأدلة التجريبية والمنهجية العلمية، وهذا الشيء معروف للكل لازم. يعني مثلا كيف تنقسم الخلية، كيف يحدث التفاعل الكيميائي، ما هي الجاذبية كنت عم تحكوا هلأ عنها. بينما الأسئلة اللي تتعلق بواي هي أسئلة بتكون غالبا فلسفية وفي إلى بعد ديني بسيط نوعا ما.
المشكله عم بتصير انه هن عم يطالبوا العلم اللي هو بيجاوب عن هاو يجاوب عن واي، وهذا الشيء مستحيل، يعني لا يمكن ان يحدث. العلم ما يشغلته يقول لك لماذا وجدت الخليه الاولى، بيحاول يكتشف كيف وجدت الخليه الاولى، كيف نشات، كيف تطورت، كيف انتقلت من مرحله الى مرحله، وصلنا لهذا الشكل بنظريه التطور اللي هي ليست فرضيه، هي نظريه مثبته مثل ما قال الدكتور نسيم. يعني فهذا الخلط اللي بيصير. الخلط الثاني اللي بيصير هو دائما بيقول لك الفلسفه ما في منها فايده، لا، وهي دائما عم نسمعها انا وصديق هاني بالرومات كثير. الفلسفه اللي نحن بنعرفها مو الفلسفه اللي هي بتتحدث، مع كل الاحترام على واجب الوجود وهي التفاصيل الاخرى، الفلسفه اللي هي الابستمولوجي هي المحفز الرئيسي اللي بتحفز واحد مثل الدكتور نسيم ليسال الاسئله ويبدا يبحث. الخلاصة بهاي المنطقة أو المشكلة اللي احنا دائما بنقع فيها هي مشكلة وجود إله من عدمه. ليش هي مشكلة وبتلاقي الطرفين بيحاولوا يدافعوا عنها؟ يعني هذا بسميه أنا الإليفانت إن ذا روم. هو مشكلة هذا الإليفانت إن ذا روم اللي نحن مثلا الطرف اللاديني بيقول لك لا لا يوجد إله، وطرف الديني بيقول لك لا يوجد إله، تكمن بالإلزامات وجود هذا الإله. يعني إذا بيجي الطرف المؤمن وبيقول لك انه في اله موجود هو الذي برمج الار ان اي مثل ما كان بيحكي السيد ري، هو الذي وضع الدي ان اي والكودينج وكله فول ستوب، انا باكد لك الطرف الديني على راسه هاني سليم ما راح يكون عنده مشكله، يعني ما راح يكون عنده مشكله بالمبدا بالفكره، خلاص اوكي تمام. المشكله تكمن بالزامات هذا الشيء، بيقول لك كان هناك اله وراء هذا، وراء هاي البرمجه الموجوده بهذا الكون، وبالتالي هذا الاله سوف يتواصل مع البشر وسوف يعطيهم تعليمات. واو هاي المشكله اللي دائما يعني الالفت اند روم اللي ما حدا بيناقشه، انت شو بدك بوجود اله؟ يعني انت لما بتقعد بتدافع وتفرض بكل الوسائل الممكنه انه الجاد اوف جادز ما يسمى، او لما بيجي عند واحد يبحث بيقول لك لا اعلم نشات هاي الخليه بسبب التطور مئات السنين المتتاليه، انت ليش بدك تحط اله هون؟ شو هدفك؟ انت بدك تحط اله بس لانه بدك تحط مسبب؟ طيب تمام ماشي انا اشتريت منك، اوكي اتفق معك وانا مؤمن بهذا، غيره هون بيجي السؤال. انا دائما احب اساله طيب وماذا بعد ذلك، وماذا بعد اثبات وجود صانع خلف هاي الخليه؟ فنحن لو بنقدر نوصل لارضيه مشتركه بمفهوم ماذا هناك، او الصانع ماذا سوف يفعل، او متى يترتب وجود الصانع، اظن نحن بنحل هذا الخلاف. هلا انا ما راح اطول كثير بمداخلتي، بس انا حابب اكد على فكره ليش الباحث احيانا لا، يعني حتى لو شعر بوجود اله لا يقبل بوضع هاي الفرضيه، في سبب هيك بسيط صغير ممكن احنا ما بنركز عليه. هو مقوله مشهوره جدا بالتاريخ بيقول لك all process is born of inquiry، يعني كل التطور هو مبني من عن الاستفسار. اذا انا حطيت انه هناك وجود صانع ووقفت فول ستوب ما رح ابحث، دكتور نسيم ما رح يضل يبحث، الدكاتره او العلماء البيولوجيين ما رح يضلوا يبحثوا عن سبب الخليه الاولى، وهذا البحث هو عم بخليهم يكتشفوا اكتشافات عم بتساعد هالبشريه على حل الامراض، عم بتساعد على صناعه ادويه ممكن توزع على كل البشريه بدل ما تكون تستهدف مجموعه عرقيه معينه. هذا البحث والتطوير هو هدفه انه نحن نسال عن كيف وكيف وكيف. أما إذا أنا بحط شيء ثابت بالخلف فأنا أكيد راح أوصل لمرحلة أوقف عن البحث والاستفسار وأستسلم للثوابت الموجودة اللي هي ممكن تكون غير علمية. ويعطيكم العافية. أعتقد كلام كل الناس مفروض تتفق عليه، لأنه كلام عقلاني جدا وهادي، وبيقول إن الأشخاص من حقهم إنهم يعتقدوا، بس عايز تعرف معلومات موضوعية أو أقرب إلى الموضوعية عشان نحسن الحياة ونعمل منها تقنيات ونستخدمها في منهج معين شغال وعال العال وحسن المجموعة، حال المجموعة الإنسانية بقاله يعني شغال بقاله 200 سنة، وعشان الناس تفهم ما بنقولش أن هذا المنهج العلمي هو اللي أن الناس تترك كل شيء في الحياة وتستخدم هذا المنهج في الحب وفي المزيكا وفي لا ما بنقولش كده خالص، عشان الناس اللي بتقول اصل اللادينيين فقط يتكلموا في الحقيقه في لادينيين بيقولوا ان المنهج المادي فقط هو المنهج المفروض اللي يتبع في كل الاشياء، ودي انا هختلف مع بعض اللادينيين فيها، بس عشان عايز صدم لمنطقه معرفه موضوعيه من هي العلمية.
عايز تتخانق من هي صوتها احسن او بتحب ام كلثوم ولا فيروز؟ الخناقه بتاعت مفيد فوزي دي ملهاش علاقه بالعلم، دي لا دي اسباق شخصيه، وممكن الناس دي المجموعات الانسانيه ممكن ايه دي تطلع طاقه الغضب فيها. انما عندما نتكلم عن العلم، الاشياء الماديه المرصده اللي من خلالها هنبتدي نحسن الحياه ونصنع أشياء تساعدنا في الحياة، تتوقف الآراء الشخصية والبذاهة والفهلوة وكل الأشياء اللي يقول لك لا أصل الكلام ده مش داخل عقلي، أصل الكلام ده مش نازل لي من زور، أصل الكلام ده مش منطقي، هنا العلم ما بيفهمش الكلام ده خالص. زي ما قال عمنا ريتشارد فاينمان الأب الروحي للكوانتم ميكانكس، يعني أهم مش أنت مين، ولا أنت مشهور، ولا أنت جميل، ولا أنت معروف، ولا أنت أجدع عالم في الدنيا كلها. أينشتاين لما كان في ذروة شهرته ودخل في نقاش حوالين العلم، أتت مجموعة من العلماء، هو كان أعلى منهم كعبا في هذا الوقت، وانتصرت المنهجية العلمية، وأينشتاين هو اللي خسر هذه المعركة. هو كده، هل العلم بيشتغل بهذه الطريقة، فوش محاباة، وإن أخطأ يصلح نفسه. حفرية يقول لك ما هو في حفرية يا سيدي، أنت حطيته فك إنسان مع جمجمة قرد وقلت إنها دي أحد الترانزيشنال سبيسيز. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ العلم نفسه، يصلح من نفسه، سيلف كوركتنج ميكانيزم. طيب هناخد آخر متكلم، وبعد كده ناخد مداخلات أخيرة من الناس الموجودة في الغرفة، نقفل على كده يا جماعة. طيب أستيتيك مان أعتقد هو على التليفون. طيب لغاية هو لو تسمعنا معك الميكروفون، هناخد مداخلات نهائية، نطلع من فوق لتحت، وإذا أتى الدور لأستيتيك مان ولم يتكلم هنضطر نقفل الغرفة، لأنه أعتقد أنه موجود على التليفون. دكتور نسيم، تحب تقول أي شيء تنهي به الكلام النهاردة؟ والله شكرا هاني، شكرا روم جميلة، بقالنا كتير ما تقابلناش. خليني أقول تاني يا جماعة، العلم ما فيهوش حاجه تزعل. خلي الناس تتعلم دايما، لما نعرفوش بنقول عليه ما نعرفوش. في نقاشات فلسفيه بتخاض بشكل فلسفي، وفي نقاشات علميه ما ينفعش ندمج فيها العلم بالاعتقاد. الدنيا ما تمشيش، لكل من العلوم دي مجاله ومكانه، فخلينا نحط كل شيء في مكانه ونلتزم يعني. فلو ما نعرفش نقول ما نعرفش، ولو علومنا وصلت لنقطة معينة ما نتجاوزهاش إلا بالدليل العلمي برضو أو بالأداة العلمية. شكرا تاني مرة هاني على الروم، وشكرا لكل المداخلات والناس الأفاضل اللي كانوا موجودين، وشكرا للناس الكريمة اللي سمعتنا. أتمنى لك يوم جميل بقى، يومي بيخلص. شكرا جدا يا دكتور نسيم، شكرا على وجودك طبعا معانا، شرفتنا وشرفتنا بالمعلومات العلمية والهدوء، وأتمنى للناس بس الهدوء، هدوء، موضوع مش محتاج تعصب. الناس في الاونه الاخيره غرف كتيره بتخلي الناس يعني مهيجه عصبيا، وخناقات وشتيمه، وفي الاخر الناس بتطلع خاليه الوفاض، وحتى الغرف هذه لا تسجل وتمسح من الذاكره وتصبح بدون اي معنى يعني. فاتمنى الناس اللي هتدخل الكلاب هاوس ان عارفه ان التايم از ريليتيف فعلا، ولكن نحن نعيش ونموت بسيف الوقت، فما تضيعوش الوقت بتاعكم كثيرا يعني. عارفين ان عادي السمر والناس تتناقش وتتسلى في بعض الاحيان، ويكون في كوفي شوب ستايل، غرف مفتوحه للناس تسلم على بعض، انما الناس اللي هتدخل 3 4 ساعات وعايزه تستمع لي ورقه علميه تناقش او حوار علمي، اعتقد دي ممكن تحسن يعني من معلومات أصدقاء الموجودين على الكلاب هاوس. طيب أستاذة روبي، أي شيء تحب تنهي به؟ هلا حبيبي على السريع. كل النظام سواء كان فيزيائي أو كان
بيولوجي أو أي نظام كان، هو بالنهاية عبارة عن input و process و output. حسب الانبوت مالتك وحسب البروسيس اللي يمر في النظام انت تحصل على نتيجة. فمن يقول على ان الخلية الاولى لازم الكود فيها يكون مطبوع ولا يمكن ان تستوي من نفسها، او هو الاحتمال هنا ايضا نرجع على نفس يعني النظرية هذه، إن مدخلاتك والبروسس نفسها العمليات اللي تدور فيها المخرجات يكون احتماليتها مش بس احتمالية عالية، بل إن واحد وخصوصا إذا الانبوت كان خذاله وقت طويل جدا والبروسس كان على الكثير من المدخلات، فواحد مثلا بالمليار أو بالمليارات أنه يحصل ليس شيء غريب، بل هو شيء مؤكد. يعني هذه هكذا تعمل نظرية الاحتمالات. يعني لما يقولون مثلا أن it's random، أن بالراندوم يحصل، مو معناته أن يعني بمعنى العشوائية، لا هي مش عشوائية بمعنى العشوائية أو الصدفة، لا هي كثير من الأمور تتداخل والظروف التي تعمل والكثير من المدخلات أيضا التي تدخل في العملية، ويكون الظروف مثلا خاصة لشيء معين أو أنك تحصل في شيء معين، فواحد من هذه المليارات ستنجح معك بالتأكيد. بس هذا اللي كنت أحب أقوله. تفضل. شكرا لك يا عزيزي هاني، وبصراحة روم جميلة جدا. شكرا لك دكتور نسيم ودكتور ماهر وعلاء والجميع اللي حضروا معنا. دائما نستمتع بطرحك الهادي يا روبي، وبالمعلومات القيمة اللي دائما بتقدميها وتشاركي فيها. قليلة الكلام، ولكن لما الكلام ينطلق بيكون في مكانه وفي محله وما فيهوش رغي كتير وكثير من الحشو، وده حاجة رائعة يعني. ممتاز جدا، متشكر جدا. الصديق العزيز ماهر، تقول أي شيء؟ أنا بس عايز أشكركم جميعا على الروم دي، وكنت متضايق قوي لأن بعد ما خلصت المداخلة الخط وقع مني صمها، فلما انت قلت انها مسجلة ده يعني فرحني شوية ان ممكن ارجع واسمعها كلها، لان كنت متضايق ان يعني جزء كبير منها ما سمعتوش، بس وبحب اسمعكم دائما، وياريت نكتر من هذه الرومات. شكرا هاني، نسيم، روبي والآلاء والجميع والدكتور ورفعت كمان، ونشوفكم قريب بإذن الله. شكرا. شكرا صديق ماهر، دايما نهتم جدا بوجودك والكلام عن الكمبيوتر والاي اي، لان اعتقد زي ما انت بتعتقد ان في ربط كبير ما بين هذه المحاكاه اللي احنا بنعملها عشان تحاكي الطبيعه يعني. شكرا جدا ليك. طيب دكتور بيطري، تحب تقول اي شيء اخير عزيزي؟ اي انا عندي سؤال اخر. تمام. في ضوء اذا قبلنا المذهب الطبيعي، هل يمكن تختلف التطور يعني؟ ولا يكون تطور هو أصلاً واقع لكن تختلف الآليات؟ سوري، لو تقبلنا المنهج الطبيعي ماذا يحدث؟ يعني لا يمكن تختلف التطور، لأنه يجب أن يكون التطور أمر واقع إذا قبلنا بالمذهب الطبيعي. لا لا لا، المنهج الطبيعي لا يملي على العلوم أن تتبع طريقة معينة. المنهج الطبيعي أتى من خضم أن كل العلوم المادية تتعامل مع الأشياء المادية دائما وأبدا تأتي بتفسيرات طبيعية، فأصبح هناك منهج طبيعي، وهي أن كل العلوم عندما تذهب لتتقصى الحقائق بتخرج بتفسيرات طبيعية ومن خلالها أنتج المنهج الطبيعي وليس العكس. المنهج الطبيعي لا يملي على العالم ماذا يجد في نهاية التجربة، لكن نهاية التجربة دائما
تصادف أنها تأتي بتفسيرات طبيعية إلى هذه اللحظة، وهنا نشأ المنهج الطبيعي. أتمنى يا ناس إذا افترضنا إذا افترضنا أنه التطور خطأ، يعني شنو البديل ماديا؟ أكيد إذا تطور نفس النظرية أخرى تخترع، لكن أيضا مادي يجب أن يكون شيء متصل مادي، يعني ذلك لا يمكن تخلق التطور. والتطور لا يمكن أن يكون خطأ، التطور facts، يعني لا يمكن، ممكن أن اللي بقى يكون خطأ مثلا تأثير الـ natural selection في الـ speciation، في التنوع، هل فعلا الـ natural selection هو أقوى الأشياء، ولا في مثلا ميكانيزم في الداخل اسمها الـ genetic drift ولا الـ geographical drift هي الأقوى في الـ speciation وتفسر أحسن. التطور نفسه حقيقة ملاحظة مثل الـ gravity، لا يمكن أن يخطأ ظاهرة الـ gravity، لكن ممكن أن تفهم الجرافيتي بأشكال مختلفة. يعني فعلا حدث مع هذا الشيء، فهمت بالشكل النيوتوني، فهمت بالشكل الأينشتايني، وحيأتي وقت وحتفهم بشكل كمي، ولكن في كل هذه المراحل الجرافيتي موجودة، التطور موجود لأنه ملاحظ عينيا، لكن ممكن بعض التفسيرات تتغير أو يتسع الفهم في أحد المناطق. أتمنى أن الإجابة تكون واضحة يا دكتور. لا شو اسمه اللي راح أقوله، أنه قبول تطور، يعني شلون أقول لك، الدليل مالته أنه قبول يجب أن يكون المذهب المادي صحيح، لذلك إشكاليتنا مع المذهب المادي يا عزيزي. يا دكتور أنا رديت عليك وأنت بتعيد نفس المنطق كما وأنك لا لا تسمع الإجابة. مو أنا شو أقول، شو أنا دا أقول، أنت طالما قبلت بالمذهب المادي يجب أن يكون تطور حقيقي، يعني مو يعني أنت شنو أدلتك على مش شرط، مش شرط عزيزي، هناك الكثير، هناك الكثير من التخمينات العلمية والفرضيات العلمية المادية التي خطئت داخل العلم وهي مادية وتتكلم على مادية الأشياء الكائنات الحية. يعني اعطيني تفسير بديل عن الداروينية تفسر شيئا، يعني والله انت بتطلع يعني اطلعها من يعني من من نفوخي من جيب. انت ماكو، ماكو تفسير، هناك إثبات، هناك اثباتات، هذه هناك اثباتات تجريبية بتقول ان التطور حقيقة، لا يعني مش تخمينات، هناك دلائل على المستوى الجيني، دلائل على المستوى الأحفوري، دلائل على المستوى الجيولوجي، كل هذه الأدلة موجودة وتستخدم وتعمل في إنتاج التقنيات. شوف إيش كان بالنهاية الأدلة، أنه تأتي من مسلم عند التطور حدث وأنت تجي تفسر كيف حدث التطور، يعني هم أيضا إشكال آخر بالأدلة تستخدمها أنت، يعني ليست مسلمة. مين اللي قال انها مسلمه؟ التطور، التطور لم يكن موجود من حوالي 200 سنه فقط، داروين اتى واضح فكره مالتي. طيب الفكره انه انت اذا قبلت انه المذهب المادي او الطبيعي صحيح، اذا يجب لزاما على هذا الالتزام ان تفسر جميع الكائنات الحيه اتت من بعضها البعض، وهي افضل طريقه لتفسير هذه الشيء هي الداروينيه. وبالتالي عندما تنظر وتبحث على هذه الادله انت تؤمن اصلا مسبقا ان التطور حدث، وانت تبحث عن الاليات. مش صحيح، صحيح. كلامك خاطئ. المعرفه المسبقه الابريوري نوليدج هو حكرا على الاعتقاد الديني الماورائي. العلوم كلها تعمل بمبدا الابوستريوري، المعرفه اللاحقه، ان ليس هناك مسلمات، المسلمات فقط هي الضرورات العقليه، ويتبع العالم خطوات معينه ولا يعتقد شيء مسبقا قبل ان تاتي النتيجه. مش مشكلتنا ان كل عالم يتفقد الحياه الطبيعيه من اول الكوزمولوجي الى الكيمستري الى البيولوجي، ان التفسيرات كانت دائما وابدا تتبع المنهج الطبيعي. العكس هو اللي صحيح، المنهج العلمي هو منهج ابوستريوري، معرفه لاحقه وليست معرفة مسبقة. المعرفة المسبقة هي منطقة الفكر الديني الإيماني وليس العكس. يعني أنت لا تسلم أصلاً كل في كل بحث لا تسلم بوجود سلف مشترك الكائنات الحية، أليس تسلم بهذا الشيء؟ ليس تسليم، التسليم هو أن يكون ليس علي تسليم نوعين، تسليم أكسيوماتي
يعني نتفق لأنه لا يمكن أن يكسر أو تسليم ما ورائي. هذا ليس تسليم، نحن نقول هذه المقولة لأن هناك دليل مادي، إذن هو ليس بتسليم. شوف أنا قصدي بالتسليم مثل ما أنت تسلم هنالك فرضية أنه أو مثلا فلسفة المذهب الطبيعي أنه يجب أن يكون التفسيرات داخل الطبيعة نفسها. أيضا عندما تفسر البيانات التي تدعي أنها تثبت التطور أيضا تسلم هنالك حدث التطور وحدث الأسلاف، وأني مهمتي داخل المنهج هذا أبين هذه الأدلة، يعني أيضا داخل التسليم. أنا هنهي الموضوع في 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 منطقة صار جدا. It works، تعمل، طريقتي تعمل، أبني صاروخ على الطريقة العلمية يذهب إلى القمر، أعمل طائرة تروح بيك من لندن لسان فرانسيسكو، أستخدمه في الطب تشفى أو تعالج، طريقتي تعمل، لماذا أتوقف عن طريقة تعمل؟ ما هي طريقتك في البحث عن المعرفة؟ طريقتي science works. أنا اختلافي وين؟ اختلافي أنه لا، أنا لا مشكلة عندي استخدام في العلم، لأن العلم هو نوعان، علم تجريبي، يعني أشياء إحنا نرصدها ونحاول جمع التكنولوجيا إلى خلاف إلى. مشكلتي أيضا وين؟ وعلم الأصول، يعني ما أصل الأشياء، عرفت؟ مثل ما أصل أنه الكون، ما أصل كائنات الحية، ما أصل هذه الأشياء تحدث غير منصودة أصلا يعني مباشرة. لذلك إحنا نستخدم فرضيات، يعني مثلا انت كشخص معظم العلم غير مرصود يا عزيزي. انت الكوانتم ميكانكس، انت لا تستطيع ان ترصد الالكترون، لا تستطيع ان ترى. انا نحكي بالبيولوجي. لا انا اوريك، بس برغم كده انت تستخدم الالكترون في كل كلمه. الالكترونيات هي مبنيه على شيء انت لا تستطيع ان تراه. اي انا، لكن غيري يراه. مفيش، لا يرى. يرصد الحالات له، يرصد التأثير له. تمام، ما عندي مشكلة بهذا الشيء. الكوزمولوجي يعني لما كنا نتكلم مع الدكتور نسيم حاليا، وكنا نتكلم عن البيج بانج، وانا كنا نتكلم عن أشياء عمرها 13.8 من 10 مليار سنة، تنتج تقنيات. ها؟ بس أيضا هذه هم قابلة للتخطيط. البيج بانج ممكن يكون خطأ مستقبلا، يعني نخترع نظرية أخرى وغير هذا البيج بانج وخلاص، السلام عليكم، يعني ماكو مشكله. لكن التطور لا يمكن اختراعه. حضرتك لا تفهم الفرق ما بين الفرضيات والنظريات. لا انا فاهم هذا الشيء. النظريه لا تخطأ عزيزي في العلوم. مش اسمها نظريه تخطأ، الفرضيه تخطأ. زين انت النظريه عندك انه شيء نظري. انت مو تؤمن انه فلسفه قابله للتخطئ والتكذيب حتى تكون نظريه علميه؟ لا، دي بقى مضطر بقى غرفة تانية عزيزي. ما يقال أنت فهمك باللغة العربية لكلمة نظرية أنه نظري هو ليس الفهم العلمي لما هي نظرية. النظرية العلمية هي شيء تختلف تماما عن الكلمة العربية اللي فيها الشيء النظري معناتها الغير تطبيقي. هذا الكلام مش صحيح. ما الفرق بين النظرية العلمية والنظرية الزائفة غير قابلية للتخطئ والتكذيب؟ ليس هناك شيء اسمه نظرية زائفة عزيزي. يا زين أترك، كيف نميز بين العلم الزائف والعلم الحقيقي؟ كلمة نظرية في العلم معناتها أنها متحققة ومشاهدة ومثبتة. كلمة فرضية هي فرضية علمية وليس كلام أهاوي. فرضية علمية تأتي من منطقة فيها ماثماتكس وفيها رياضيات وفيها علوم وفيها عالم بيتكلم ويؤدي إلى منطقة ويتكلم على بعض الأشياء، إذا تحقق فيها الإثبات تطورت إلى منطقة أو ارتقت إلى معنى نظرية. فهم الكلمة النظرية في المنطقة العربية في فهم مشوه. العلوم الجاذبية لها نظرية تفسرها. كل ما هو أنت تعتقد أنه حقيقي، فاكت حقيقي، له نظرية تشرح حدوث هذا الفاكت. روبي معك الميكروفون، يمكن تفهمي الأستاذ الدكتور. هو يمكن هو اللخبطة اللي حاصلة عن النظريات الرياضية، لما نقول والله هذه نظرية لابلاس أو نظرية
النظريات الرياضية. الرياضة abstract، لكن لما تقول نظرية فيزيائية مش معناتها النظرية الرياضية. الرياضة النظرية الرياضية تأتي بعد الفرضية، أنت تفترض الفرضية، تعمل لها موديل رياضي والنظرية الرياضية. لكن لما تصير النظرية لما بالعلم تطبق بالعلم، أو أنك مثلا عليها أدبيات علمية ومن جميع المجالات تحصل على نفس النتيجة، وحتى نفسها تقدر تخطئها. مثلا نظرية التطور يقول لك هالدن وهو بيولوجي شهير، لما سألوه كيف ممكن أن أخطئ نظرية التطور، قال لو وجدت عظام الأرنب في الحقبة ما قبل الكمبريونية هذا معناته أن نظرية التطور خاطئة. ولحد يومنا هذا لم نجد عظام أي من الثدييات في هذه الحقبة. فأنت النظرية يكون عليها أدبيات علمية توصل إلى درجة almost، يعني إذا كنا نعتقد بالحقائق كنا ممكن نقول حقيقة، ممكن تسميها حقيقة علمية. هذه لما تكون النظرية نظرية الفيزياء، الفيزياء يكون بعد التطبيق. أما النظرية الرياضية فهو هو abstract، لكن يحتاج، يعني عندنا وايد أشياء بالرياضيات لا زالت نظرية، لكن مش النظرية كفيزياء، لا زالت في مجال الرياضي. أستاذ هاني قال أنا بس النظرية لا تعليق صحيح. بعد اذنك دكتور، تعليق سريع للجي بي بيقول كلام فلسفي ما فيش حد فاهم حاجه، ما تكلمونا بكلام نفهمه. بيفكرني بمسرحيه العيال كبرت وسعيد صالح رايح لاحمد زكي بيكلمه بشكل يعني كويس، وسعيد صالح مش فاهم، فعايز يقول له ان ابوك هيتجوز واحده تانية، فقال له فهمك ازاي يا سلطان، كان سعيد صالح اسمه سلطان، اكلمك على بكلام القهاوي اللي الناس تعرفه، ابوك هيتجوز على امك يا ابو السلاطين، ها 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 هاي. يعني انت داخل على غرفه تتكلم عن العلوم والفيزياء وبعدين تقول يا جماعه انتوا بتتكلم، يعني داخل ليكتشر مكتوب عليها كوانتم ميكانكس مثلا، وتقول انت انا مش فاهم حاجه. طب نقول لك ايه يا عم، نكلمك زي سلطان، او انت اعمل، بص اعمل انت زي عاطف في مسرحية العيال كبرت وهز دماغك وخلاص، اعمل نفسك فاهم يا جي بي. طيب اتفضل يا دكتور، اخر بقى جملة ارجوك عشان نعطي الميكروفون لعلاء ونخلص الكلام. تمام استاذ هاني، من قلت كيف يمكن تخطئة النظرية العلمية؟ قال لا، النظرية العلمية لا يمكن تخطئتها، لان النظرية هي التي عليها أدلة. فست روبي قالت لا، انه نظرية التطور يمكن تخطئتها، كما قال هالدين، يعني يمكن اكتشاف أرنب ما قبل الكامري التطور يعتبر خاطئ. إذا وصلنا إلى مرحلة أنه تطور أو نظرية يمكن أن تكون خاطئة، صح ولا لا؟ لا لا عزيزي، المقصود أن كيف ممكن أخطئ النظرية؟ يعني لما أقول مثلا أي فكرة كيف ممكن تخطئها؟ لازم عندك طريقة تتأكد إذا كانت صحيحة ولا لا. لما أقول الله خالق الكون، كيف أخطئ أن كيف أتبين أن الله هو خالق هذا الكون؟ كيف أخطئ هذه؟ يعني تخطيء مو معناتها أنك اسمها falsification. الفالسيفيكيشن موجود فيها، هي مصطلح، يعني معناته إذا هذا الشيء لم يتحقق فإذا النظرية خاطئة، مش معناته أن أخطأنا النظرية. أنا قلت لك لحد الآن ما وجدنا، يعني أكدنا على النظرية مش أخطأناها. هي كمان عشان أفهم، يعني الدكتور يا أستاذ، أحد متطلبات prerequisites، يعني أحد متطلبات أن ترتقي فردية إلى نظرية، يعني أن تتبع أحد مبادئ اللي أدخلها كارل بوبر فيلسوف العلم، وأن النظرية عليها أن تأتي بما يخطئها منذ لحظة البداية حتى تعرف بأنها نظرية. أي فردية علمية لا تعطي ما يخطئها قبل الخروج
لا يمكن أن ترتقي نظرية لأنها غير قابلة للتخطيط، فتأتي نظرية التطور جاهزة بما يخطئها حتى ترتقي وتصبح فعلا اسم على مسمى أنها نظرية. فدي أحد الأشياء المطلوبة على الفرضيات. إذا كانت هناك فرضية لا يمكن أن تخطأ، هي لا يمكن أن ترتقي إلى النظرية. فهمت عزيزي؟ أنا فاهم هذه الأمر يعني، لكن عندي سؤال آخر. تمام؟ ولا تيت قبل الروم؟ مضطرين يا أستاذ، أنا عارف إن أنت يعني فضولك عاجبني بصراحة، يعني أنا عاجبني إن أنت عندك أسئلة كثيرة. اعمل لنا بس فولو يا عزيزي واحنا بنفتح غرف، بس انت عارف ان انا طبيعتي ان انا ما بطولش كتير، افتح الغرف 2:30 3 ساعات ومركزه. وانا اوعدك في الغرفه الجايه هتكون في حوار عن النظريه العلميه وتعريفات النظريات العلميه، ونتكلم معك براحه اكتر. وانا عاجبني ان انت عندك فضول، شيء جميل. اسمح لنا بس ناخد المداخله الاخيره من الصديق علاء ونقفل على كده. واكيد يعني انت عارف احنا هنروح فين، احنا موجودين وهنتكلم في كلاب هاوس اكيد يعني في الايام القادمه. شكرا لتفهمك يا دكتور بيطري، وشكرا على مداخلاتك اللي هي من خلال الاجوبه اعتقد بتعطي الكثير من المعلومات للاصدقاء. مفيش حاجه اسمها there is no such thing as a stupid question، مفيش سؤال غبي، طالما ان هذا السؤال فعلا تاتي من شخص يحاول ان يفهم وممكن أن يغير قناعاته إن فهم. تفضل يا صديق علاء. طيب أنا رح أحاول أنهي بعجالة، بس أنا لاحظت دائما بكل الرومات في مشكلة معينة يعني أو في نقطة عم يتم إثارتها دائما حول المنهجية العلمية، أو كيف نعرف أن هذه النظرية صحيحة أو هذا الافتراض أو هذا البحث صحيح. وهذا بدل على يعني قصور أو عدم اطلاع، خليني أقول بالريسيرش ميثودولوجي. الريسيرش ميثودولوجي أو المنهجيات البحثية هي فرع، ومشان هيك أنا دائما بقول إنه الفلسفة تتقاطع مع العلم، والناس اللي بيقول لك لا الفلسفة تعمل بوادي والعلم بوادي هذا عنده مشكلة باستوعاب الربط بينهم. الابستمولوجي، مبحث الابستمولوجي the theory of knowledge، هذا المبحث أحد فروعه هو الريسيرش ميثودولوجي أو المنهجيات البحثية، اللي هي فيها مجموعة من الفلسفات قامت عليها مثل البوزيتيفيزم والانتربيتيفيزم. يعني بعتذر عن ذكر اسمهم بالعربي لأنه اسمهم بالعربي شوي بيضيع المعنى أو بيضيعوا كتير. يعني البوزيتيفيزم معناها الوضعية مثلا باللغة العربية، وهذا بيضيع معناها الحقيقي. فهي الفلسفات اللي انبنت عليها المنهجيات البحثية بعدين انتقلت إلى الطرق والأبروتش، يعني الطريقة والمنهج اللي بتتبعه وطريقة اختيار العينة الإحصائية وكيفية تعميم النتائج للإثيكال أبروتش تبعها، أو الطريقة الأخلاقية اللي بتتعامل فيها مع النتائج وتعميم النتائج والتحقق منها. هاي منهجية مترابطة متتالية، يعني لو بتقروا أي كتاب على ريسيرش ميثودولوجي في كتير كتب متوفرة مجانا وفي منها ترجمات باللغة العربية، بفرجيك الانضباط والدقة اللي موجودة بتسلسل المنهجية العلمية، كيف تبدأ من النظرية اللي أنت بتختارها للباحث، للطريقة الذي انطلق منها ببحثه، للطريقة اللي تبناها، كيف الريسيرش بروجرام، كيف بنى الريسيرش ديزاين تبعه فينا نقول، وكيف وصل للنتائج النهائية. وأيضا بعد ما يخلص في ناس بتدقق قبل ما تدقق بالنتيجة العلمية تبعيته أو الكونكلوجن اللي طلع له، فبيروحوا بيشوفوا المنهجية اللي اتبعها، بيقولوا أنت تعال فرجينا منهجيتك العلمية اللي اتبعتها، الخطوات اللي اتبعتها، هل هي مطابقة للبحث اللي أنت عم تعمله؟ هل أنت عم تعمل بحث عن قضية اجتماعية واستخدمت مثلا بدل ما استخدم الكوانتيتيف بدل ما استخدم الكواليتيف ريسيرش ميثودولوجي استخدمت الكوانتيتيف ريسيرش ميثودولوجي، طيب كيف بررنا اياها؟ فموضوع منضبط جدا، وهي المنهجيات عم بيتم تطويرها بشكل دائم. يعني حتى المنهجيه العلميه الاشهر او الفلسفه العلميه الاشهر اللي هي البوزيتيفيزم، بتكون بالعربي تسمى الوضعيه للاسف، في من حوالي 20 او 30 سنه طلع شيء اسمه بوست بوزيتيفيزم، وبتمنى الاشخاص اللي عندهم هوايه بالبحث العلمي يروحوا يقروا عنها. هي طلعت من حوالي 30 سنه، وبال2000 تم تاسيس لها هي ما بعد البوزيتيفيزم، اللي هي يعني بتنقل الفكر الامبيريكال البحث التجريبي، بتنقله إلى مرحلة أخرى من الدقة ومن البحث والنقاش والتحقيق. فما في شيء اسمه نظرية طلعت هيك، أو واحد قاعد مثلا مثل ما هني متخيلين أنه إسحاق نيوتن قاعد وقعد فوق رأسه تفاحة فاكتشف الجاذبية ويلا ومشينا بالموضوع
ولا داروين كان ماشي فخطر على باله يطلع هيك نظريه. في منهجيات منضبطه جدا جدا جدا، منضبطه بالعلوم التجريبيه وبالعلوم الانسانيه ايضا، اللي هي اكثر تعقيدا بالبحث من العلوم التجريبيه، هذيك مخبريه نوعا ما، في عندك ادوات وعندك طرق لضبط التجربه، بتكون التجربه منضبطه controlled experiment. بس العلوم الإنسانية معقدة أكثر وفيها جد عوامل متغيرة كثير، ومع ذلك المنهجيات العلمية صارمة ومنضبطة ودقيقة جدا. فياريت بس شوية اطلاع أو قراءة على الموضوع بتفهموا كيف يتم صياغة الفكرة من فرضية إلى نظرية. ويعطيكم العافية. شكرا جدا، شكرا جدا يا علاء. طيب يا جماعة، متشكرين جدا على المناقشات اللطيفة النهاردة. الغرفة مسجلة على الكلاب هاوس، يعني عايزين الناس اللي فاتهم البداية ممكن يستمعوا على الكلاب هاوس، أو الناس اللي بتحب اليوتيوب أكثر في بضع ساعات هتكون على قناتي كالعادة، متابعيني على اليوتيوب. قناتي على اليوتيوب فوق يا جماعة، أنا بقدم محتوى عربي ومحتوى إنجليزي وأهتم أكثر بالعلوم والفلسفة. ليا لقاء الأسبوع القادم مهم جدا مع ديف فارينا، تداعيات المناظرة شهدت بس في آخر 5 أيام بحوالي 500,000 شخص، وهي مع الكيميائي جيمس تور، دكتور جيمس تور، عن نشأة الحياة. وأنا هتكلم مع ديف فارينا اللي هو اللي كان واخد الموقف الطبيعي المادي، وهنتكلم في هذا الموضوع. كمان بعدها بأسبوع عندي لقاء مهم جدا مزدوج الحقيقة، هيكون مع الدكتور مايكل شيرمر ومع دان باركر في نفس الوقت. في احتمال ينضم لينا يا إما ستيفن واتفورد بتاع راشناليتي رولز، أو أليكس أوكونر بتاع كوزميك سكيبتيك، أو الضيفة الثالثة ياسمين محمد النشطة الكندية المصرية. بنختار بس الشخص الثالث، بس أكيد دان باركر ومايكل شيرمر، وحنتكلم على نشأة الأخلاق والوعي من الناحية السيكولوجية ومن الناحية الطبيعية، وما رأي الدين في هذه الأشياء. دي هتكون بعدها بأسبوع. في المنطقة الأخيرة دي هنبقى نعمل لها غرفة خاصة، شغالين على بروجكت أو مشروع هيبدأ في يوليو شهر 7، هيكون ما بيني وما بين شخص أسترالي اسمه ديفيد ماكدونالد والصديقة نفين سمير وأدم المصري، وهيكون عندنا هنبدأ زي ما يسمى كولين شو، يعني نفتح زي برنامج أقرب إلى البرنامج التلفزيوني اللاديني ليتفاعل مع المتدينين واللادينيين وأخذ المكالمات، يشبه الأثيست إكسبيرينس أو هذه البرامج اللي موجودة في الولايات المتحدة، وهو هيكون في أستراليا، يبث من أستراليا، لأن احنا 4 في أستراليا. شكرا جدا لكم يا جماعة، أتمنى لكم كلكم يوم سعيد. هنوقف التسجيل ونقفل الغرفة بعد 5 ثواني.